الأمريكي هنا الآن في مصر. الأجريسبون بيقلل من استخدام الأسمدة الأزوتية بنسبة 30%، وكمان بيعمل على إحداث توازن طبيعي داخل خلايا النبات، وبالتالي بيقلل من استخدام المبيدات الكيميائية، وبيقاوم الصقيع، وبيحافظ على خصوبة التربة، وكمان بيوفر مياه الري، إلى جانب الوقاية من المن والتربس والذبابة البيضاء. ده طبعاً لو تم استخدامه في المواعيد المناسبة. الأجريسبون يعني إنتاج وفير بتكاليف أقل. الأجريسبون من الطبيعة إلى الطبيعة. Global Green Planet للتنمية الزراعية. أعزائي المشاهدين، طبعا دايما وعدناكم نتكلم دايما في حلقة المصطبة على تلفزيون قناة مصر الزراعية، اللي هو بتاع الفلاحين، بتاع الفلاح، اللي احنا بنعبر على صوت الفلاح، بنعبر ان الفلاح عايز ايه. الفلاح النهاردة اللي احنا مهمومين بهمه احنا كتلفزيون قناة مصر الزراعية، وعاوزين نقول للفلاحين انتوا عاوزين ايه من الحكومة، عايزين ايه من وزير الزراعة، ايه طلباتكم. كل الكلام ده كله احنا بنجيبه على المصطبه، بنقول اللي مش بنحل في المحكمه بنحل على المصطبه. المصطبه دايما دي بتاعت زمان، بتاعت جدي وجدك اللي كان بيتحدثوا فيها بمصداقيه، اللي كان بيتكلموا على شؤون القريه، اللي كان بيتكلموا على شؤون الزراعه، اللي كان بيتكلموا على كل من يهم القريه المصريه. هل القريه المصريه اصبحت منتجه ام مستهلكه؟ الكلام ده كله بنتحدث فيه، ومين السبب وراء استهلاك القرية المصرية. ان انا كفلاح وانا اشتري البيض واشتري اللبن، ده يعني موضوع اللي احنا نرجع فيه ونقول الفلاح المصري عايز ايه. النهاردة طبعا في حلقة المصطبة وبنتحدث مع الفلاحين، كان معانا اتنين من الفلاحين جايين يتحدثوا على هموم كثيرة تهم الفلاح، تهم الشارع المصري، تهم يعني حتى المواطن البسيط اللي عايز يقول ان عندما تستقر حالة الفلاح يستقر حالة المواطن البسيط. فلاح هو الذي يدعم المواطن البسيط، والنهاردة جينا نتحدث مع الفلاحين عن مشاكلهم وهم عايزين ايه. ومعايا طبعا الحاج عبد الفتاح او السيد، مساء الخير يا عبد الفتاح. مساء الخير يا باشا. والحاج طبعا الاستاذ شعبان، عشان انت لابس بدله حاج شعبان، مش هنقول بقى الحاج بقى، هنقول الاستاذ شعبان ابو حامد. مساء الخير. مساء الخير يا فندم. مساء الخير. طبعا هبدا مع الحاج عبد الفتاح، طبعا هنبدا بالسن. حاج عبد الفتاح، طبعا انت جاي النهارده حامل هموم كثيره للفلاح المصري. يعني انت عاوز تقول ايه الى الحكومه، وانت عاوزين ايه كفلاحين؟ احنا في صن الحجر يا حاج رائف، منطقة بعيدة عن الدولة، أسسها جمال عبد الناصر رحمة الله عليه سنة 56، وسلمها سنة 64 للفلاحين، استزرعوا وزرعوا وضيعوا وضاع فيها جيلين، الأرض دي ضاع فيها جيلين. كم فدان الأرض يا حيافتة؟ الأرض دي يعني القرية بتاعتنا مثلا أو الأزمة بتاعتنا على سبيل المثال اسمها المدهشور حوالي 900 فدان. يعني دي عزبه من ضمن العزب. لا، المرابه كلها اللي كان كام فدان؟ لا، تعدي ال 150 تعدي ال 100,000 فدان. 100,000 فدان؟ تعدي ال 100,000 فدان، تتعدى ال 100,000. كم جمعيه زراعيه فيها؟ على مستوى صان وبحر البار 24 جمعيه. 24 جمعيه. بتتبع مرابه واحده، وبتتبع جمعيه مركزيه واحده بصان الحجر، وفيها جمعيتين مشتركه. جمعيه في بحر البار، جمعيه مشتركه في بحر البار، والجمعية المشتركة بصان الحجر. احنا كنا زمان كده كانت الارض دي انتجت وحلوت خالص خالص خالص،
وكانت الناس حست فيها بطعم المعيشة، رغم انها خدت من الناس جهد وعرق يعني بلا حدود. ارض كان استصلحها عبد الناصر الله يرحمه وسلمها للناس، يعني استصلحها الدولة والدولة اللي سلمتها للناس، خدت جهد، بدأت الارض تزرع. فوجئنا من فترة مش بالقليلة، ويمكن حضرتك تعلم ذلك، انقطاع النيل عنا خالص. احنا بنروي بقالنا فترات طويلة خالص خالص بمية صرف، على رأي والدي الله يرحمه وآسف في التعبير، مشروبة ومشخوخة 100 مرة عم بتوصلنا الأرض دي. مية صرف زراعي؟ مية صرف زراعي. ولا صرف صحي؟ لا صرف زراعي، لا صن الحجر صرف زراعي. صرف الصحي موجود بمنطقة بحر البحر، أما منطقة صن الحجر هي منطقة صرف زراعي. وإيه سبب على عدم وصول المية النيل؟ احنا آخر الترعة، لغوا عنا المية، تعتبر عند ولاد صقر وقطعت مية النيل. بيجينا احنا اساسا في طرمبات صن الحجر ميه من منطقه اسمها مصرف ابو لبن. مصرف ابو لبن ده بيجيب من ابو كبير وبينهي في طرمبات صن الحجر. المشكله يا حاج رائف ان في شهر 5 و6 وهو بدايه زراعه الارز عندنا، لانها اصل المنطقه اساسا منطقه سبخيه، يعني منطقه صن الحجر غالبيتها منطقه سبخيه، زراعه الصيف فيها لا تتعدى الارز والقطن وبعض من الذره الاذره وبعض من الاذره. يعني مش بتزرعوا انتوا خضر وفاكهه؟ لا مش موجود بقوه عندنا في صان، موجود بقوه في الصلاحيه، لان ارض الصلاحيه ارض رمليه. يعني موجود في الصلاحيه. بتزرعوا انتوا قطن ورز؟ قطن ورز والبنجر. والبنجر ده بنجر ده زرعه شتويه. المشكله مش في الزرعه الشتويه يا حاج، المشكله عندنا في الزرعه الصيفيه. ان احنا شهر 5 و6 احنا جينا نقول المشاكل، حاجه بتاع قول المشاكل عندنا. مشاكلنا ان احنا بنزرع الارض دي رز مرتين وبيبور، يعني الفدان لما مؤاخذه حضرتك يطلعوا ينحرط ويتلوط وينبيد الرز، وبعد ما يطلع قد كده من سوق الميه بيتاكل، يضطر الفلاح يزرع تاني. يعني ايه سوق الميه حاجه؟ سوق الميه مالحه. ميه مالحه؟ ميه مالحه، مش ميه مالحه، ميه صرف، ميه مالحه. ميه مالحه وارض وارض مالحه، وفي نفس الوقت ميه بتبقى قليله، لان طبعا سيستم الدوله او نظام الدوله انه يطلقش ميه الري في شهر 5 و6، فاللي بيجي لنا يعتبر صرف الصرف، مش صرف. لو صرف من مره واحده هيبقى بالنسبه لنا صرف معاد. صرف معاد، هيبقى لو بيجي لنا مره واحده حاج هيبقى بالنسبه لنا متعه. يعني انتوا ما بتصرفوا بترجع لكم تاني؟ بتعتبرها حضرتك لا، ده احنا في احيان بتبقى جايه لنا صرف معاد وبناخدها من المصارف تاني، ننزلها بالمكن الصغير في الارض تاني. طب ما فلاحين شاطرين عندك كده هيفتحنا زي ابنك بيموت قدامك وانت عارف ان انت هتدي له الميه دي تموته، ومع ذلك بتديها له، هتسيبه ينشف، هتأنب نفسك وهتأنب ضميرك، فبتنقل له الميه المعادله لتالت مره، تبقى درجه ملوحه ارتفعت طبعا درجه حراره، والارض نفسها فيها درجه ملوحه عاليه، بتشيط الرز كل عام وانت طيب. القطن يقعد عندنا بالشهرين والشهرين. لا خلينا في الميه بس، التواصل مع المسؤولين والتواصل مع وزاره الري. تواصلنا وعملنا يعني مع وزاره الري يا حاج رائف كتير خالص. هم حددوا لنا حاليا دلوقتي ان هيبقى في محطه رفع في الزور تحدف عندنا، بس امتى هتتم؟ هي دي المشكله. نظام امتى هتتم؟ يعني تروح للمسؤول يقول لك بس ما تجيني الميزانيه. يعني محطه الصرف محطه ري الزور دي هتاخد من النيل ولا من الصرف؟ لا من الصرف. من الصرف تاني؟ هتاخد من الصرف برضه وتحط في الترعه. علشان ايه؟ هو ميه الصرف يا حاج رائف لما بتبقى مرتفعه شويه او زياده شويه، زي ما تقول ممكن تبقى نسبه ملوحتها اخف شويه، انما ما بتبقى شويه الميه شويه بتبقى نسبه ملوحتها مرتفعه. طب هنقف على موضوع الصرف ونكمل مع الاستاذ شعبان. استاذ شعبان انت يعني انت ايه طلباتك في القريه، وايه انتوا عاوزين ايه من وزاره الري او وزاره الزراعه؟ وانت شباب بس انت تقريبا ما عاصرتش الزمن اللي كان فيه الحاجات بتاعه. لا ما عاصروش، احنا عاصرنا نهاياته كده بالظبط. نهاياته كنت يعني الزمن الجميل انت؟ لا والله ما الزمن الجميل، احنا عاصرنا برضو قبل الكهرباء ما كانت موجوده، بس كان اهمها فيه الري بتاع النيل موجود اللي كان بيجي لنا من خط ترعه مويس. بحر مويس ده اللي واصل لنا من ولاد صقر. مويس ده فين؟ مويس بالظبط كده. ده طبعا هو فعلا زي ما قال الحاج عبد الفتاح ده انقطع خالص، لكن انتوا كشباب رؤيتكم ايه للزراعه في المنطقه دي؟ لا احنا كشباب بالنسبه للزراعه اذا فضلنا على الحال ده اراضينا عماله بتزداد سوء بالفعل، لان هي زي ما قال الاستاذ عبد الفتاح ارض سبخيه بيجي لها ميه الصرف،
بتموتها اكتر، والطفح بتاع السبخ نفسه بيزيد، بياكل الزرع نفسه. بيبقى فعلا الرز زي ما قال كده واتاكل بسبب التربه نفسها مع الميه المالحه. احنا املنا طبعا ان ميه الري دي تيجي. ده بالنسبه للري بطلب ميه نيل توصل عندهم. يا ريت بالظبط دي يعني ده شق يعني. بالنسبه بس هو كان السيد الوزير كان وعدنا ان هي يوصلها في الشتاء وفي الصيف. لا احنا حضرتك احنا احتياجنا لها للصيف اكتر من الشتاء. هو بيقول ان انا يعني اقدر ان اوصلها في الشتاء ان هي تغسل والارض، وفي الصيف انا عشان خاطر ظروف الميه وانت عارف الحالات الحرجه في الشتاء وبطبع الحال الارض بارده. الصيفي دي زرعه مهمه، ودرجه الحراره مع التربه دي ما كانتش فيه ميه نيل على الاقل خالص في الاسبوع. يعني لو المناوبه اللي كانوا بيقولوا عليها دي ثلاث ايام تيجي تغسل الاراضي دي وتغسل السبخ، ارض صن تعتبر يعني ايه في الضياع. ده انا هنا بالنسبه للري. مشكلتكم غير الري بقى، مشكلتنا الاسمده التجاوي يعني مشاكلكم يعني. الاسمده بتاعت صن لا باس بيها، كويسه دي ما نقولش فيها حاجه يعني. الجمعيات الزراعيه بتوفرها اول مره حد شكر كل الاسمده متوفره. لا ما هو لا عندنا في الاصلاح الزراعي الاسمده الجمعيه دهشور بالنسبه لي دي حضرتك مش متوفره. ممكن تبقى في الاهتمام لان احنا نعلم ان منطقه صان عشان هي منطقه سبخيه وملحيه النسبه بتاعت الاسمده فيها زياده شويه. واخدين بالهم منها، ولكن احنا عندنا مشاكل كثيره خالص. ما تقول كل المشاكل اللي هو التلفزيون والسيد الوزير هيسمعك والسيد رئيس الوزراء هيسمعك كل الناس هتسمعك. ناهينا عن المشكله اللي احنا جايين عنها، خلينا في المشكله اللي هي اللي سعادتك بتتكلم عليها، المشكله العامه، وهي ما فيش بلد في صان مش في صان في مصر دلوقتي اسمها مش فيها صرف صحي غير النجوع والكفور اللي هي ما عندكوش صرف صحي. احنا لغايه الان ما عندناش صرف صحي، ولولا النواب البركه فيهم حركوا الاوراق اللي راكده بقالها عشرات السنين. اهم حاجه الفلوس مش الاوراق. بالظبط عايزين فلوس وكل شويه يطلعوا الميزانيه. كل شويه يطلعوا ويجيبوا اوراق وامور زي دي ويقول لك خلاص الصرف الصحي، يدونا بصيص من الامل، فجاه نلاقي ده اتبخر. ده انا عاوز اقول لك حاجه بقى، فده مخلي الفلاح. احنا طبعا قريه فلاحين، الزراع عاد فيه فشل كلوي، عاد فيه امراض كبد، عاد فيه كل ده بسبب لان التلوث من الارض بسبب الصرف بتاع عدم وجود صرف صحي. بتصرفوا فين دلوقتي حاجه عشان احنا شغالين دلوقتي؟ طبعا بترموا في المصارف وفي المصارف. وترجع انت كفلاح وترجع تتاخد تاني تخش. يعني انت بتضر نفسك بنفسك عشان مش لاقي. مفيش صرف عندك صرف صحي موجود. مفيش مقرى. يعني انت بتضر نفسك بنفسك بالظبط كده، ولكن مفيش عندك صرف صحي. مفيش وسيله لا بنقول عليه. لو الصرف الصحي اتعمم على مستوى الجمهوريه وخاصه في شمال الشرقيه في صنع الحجر وفي منشاه عمر والحسينيه، ان احنا هنخفض على الدوله مليارات من العلاج. بالظبط كده، لان انت دلوقتي انت بتصرف كتير على مليارات على العلاج، ولكن الداء هو موجود. صحيح. اللي هو ميه الصرف. صحيح. الصحي اللي بناخدها احنا كفلاحين. نعم. بجرار الكسح. ايوه. وبنرميه في بتنزل تاني في الصرف ويعمل لك محاضر. طب ويعمل لك محاضر وانت وهو مش قضى على المشكله الموجوده اللي بنتكلم فيه. مع العلم بان سعادتك يعني توجد في محطات معالجه وفيه كل ده من عشرات السنين وواقفه بسبب ان الكميات بتاعه الصرف الصحي مش كافيه ان هي تشغل المحطات دي. المحطات جربت تتهالك. المحطه معالجه لبلاد جنبكم ولا لا نفس البلد؟ احنا بينا وبين محطه المعالجه دي بس 500 متر. ايوه بينك بس انتوا مش عندكم صرف صحي. ما عندناش صرف صحي. محطه المعالجه دي يعني مبنيه في ارضنا. في أرضنا احنا من عشرات السنين. يعني انتوا على المحطه في ارضكم انما مش عندكم صرف صحي. ما عندناش صرف صحي. ولولا يعني طب ازاي انتوا المحطه في ارضكم؟ صحيح. وازاي ما يتعملش اثناء المحطه دي الصرف الصحي؟ دي من ضمن حضرتك احنا جرينا كتير. حضرتك احنا جرينا كتير وعملنا وراء يمكن اكتر من 10 12 سنه وجرينا وراء كتير خالص. شويه يتحججوا بان ميزانيه الدوله، وشويه يتحججوا مش عارف بايه. تحججات كلها غير مقنعه لينا. يعني لو في حجه مقنعه انا هصبر. يعني لو في حجه مقنعه ليا انا هصبر، انما المشكله حج مش فيها حجه مقنعه. الميزانيه نخلص من الميزانيه يقول لك الاوراق ناقصه. وللاسف الشديد نظام الدوله القديمه ما زالت منتشره في الموظفين وفي الهيئات. طب حاجه افتح عاوز اقول لك حاجه. انت طبعا راجل كبير سنا ومقاما الله يبارك فيك يعني عم انت مثقف وفلاح اصيل. هل انتوا وانت بترموا ميه الصرف الصحي في الترع والمصارف مش بتلوث المحاصيل بتاعتكم وبتاكلوا منها؟ اكيد. ولا ما بتلوثش؟ لا بتلوث، وبنرجع ناخدها تاني بالمكن الصغير نحطها في الارض كمان. يعني احنا ما هو اصل
احنا في قريه اسمها دهشور يا حاج. حضرتك المسلميه او دهشور يعني هو المسلميين واحد. حضرتك لو نبشت في اي شارع على بعد 5 سنتي هتلاقي ميه. لان ارتفاع منسوب الميه في الارض خالص، ارتفاع منسوب الميه مرتفع في وسط البلد، في وسط البلد خالص. ليه؟ ما اصلا ده ممكن يدي انهيار للمنازل. المنازل فيها نسبه ملوحه مرتفعه جدا جدا، وفيها نسبه تصدع. يعني لما في واحد مثلا مؤسس، وعاده فلاحين يعني انت عاوز تقول ان هي بتضر الصحه وبتضر الزرع بتاعنا، ميه الصرف الصحي اللي احنا بنرميها في المصارف او في الترع. اتفضل. واحنا ممكن ان احنا المنتج بتاعنا يمر الجمهوريه كلها، يلف الجمهوريه كلها، يضر الناس كلها بالتاكيد، بسبب عدم وجود صرف صحي موجود. بسبب عدم وجود صرف صحي، تبقى انا بضر نفسي وبضر الاخرين بحاجه بسيطه، ان انا اقدر اعمل صرف صحي لهذه القريه. ايوه، اللي هي المسلميه. طبعا احنا بنناشد معاكم المسؤولين وبنناشد وزير الاسكان في سرعه وجود صرف صحي في شمال الشرقيه، في كل قرى صان الحجر وكل قرى مركز الحسينيه ومنشيه عمر. ودي مش كتير على الفلاح المصري، لان يعني الفلاح المصري اللي بيعاني الامرين في ان هو يقوم من الفجر. الفلاح المصري الوحيد اللي ما ياخدش اجازه، الفلاح المصري محدش بيديله اجازه، الفلاح المصري هو اللي بده اجازه نفسه بنفسه، حتى لو هو مريض بياخدوا ابنه ويروح يشوف الزرع بتاعه. فعاوزين نظره من الحكومه الى فلاحين مصر وكل فلاحين مصر على مستوى الجمهوريه، وخاصه فلاحين شمال الشرقيه صان الحجر ومنشيه عمر والحسينيه. وطبعا يا استاذ شعبان بتقول انا عندي مشكله عاوز اتكلم فيها. ايه هي المشكله اللي عندك عاوز تتكلم فيها؟ احنا عندنا مشكله حاسين فيها باننا يعني بالظلم علينا. المشكله دي اراضينا زي ما تفضل الحاج عبد الفتاح، اراضينا يعني قننها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وعمل قانون اصلاح الزراعه واستلمناها اهلي. اجدادك استلموها. من سنه 56 لغايه وقتنا هذا. اليوم بنتفاجأ بهيئه الاثار جايه بتقول بان الاراضي دي احنا لنا فيها بدون وجه حق، مع ان الاراضي دي فيها خرائط مساحيه وفيها عقود وفيها تقنين وفيها سجل عيني. اي نعم، السجل العيني الى الان مقيد باسم شركه صان، ودي برضه هنكلم سعادتك فيها. وسعادتك احنا عارفين ان انت عملت استجواب في مجلس الشعب لشركه صان الحجر وحضروا فيها عشان تمليك للاراضي الزراعيه كلها كامله بالنسبه لصان. ايه مشكله الاثار على الارض بتاعتكم؟ مشكله الاثار بان الاثار احنا تفاجئنا بان طالع لنا ولا انتوا تعديتوا على الاثار؟ ما حصلش. الاراضي دي من ايام جمال عبد الناصر مسلمها لابهاتنا اللي خد فيها اجيال، وعليها اشجار وعليها بتزرع زراعه ومحاصيل وطبيعيه وعقود مسجله بالمساحه اللي موجوده. الارض اللي فدانين فدانين، والارض اللي فدان ونص فدان ونص. العقد موجود فيه كده، شهاده السجل العيني موجود فيها كده، اوراق معايا كلها، انا كان نفسي الكاميرا تطلعها. اليوم الاثار لاسباب ما برضه هنتطرق اليها، جه فجاه واستغل قرار السيد الرئيس السيسي بالتعدي على اراضي الدوله. احنا ما تعديناش على اراضي الدوله، ولكن جم بتوع الاثار وقال لك دي اراضي من ضمن اراضينا. الاثار يملك من التل متلم ولحم بالخصوص 6 أفدنة و19 سهم. تلم ولحم ده 12 فدان. سب الكمية بتاعت ال 12 فدان وجهها على أراضينا بياخد منها مساحات من عند الأستاذ عبد الفتاح. بس دلوقتي الأرض دي مش وضع يد، أنتوا وضعين يد عليها واخدينها وشاريينها سنة 64 شاريينها من الشركة. أرض مقننة بالعقود الرسمية، معانا العقود الرسمية، الأوراق يجيبها، العقود الرسمية موجودة. نوريها برضه على الكاميرا. أمال ليه بقى الأثار يقول لكم أنتوا متعدين على الأرض؟ فيها المساحة. الآثار اليوم جاية تقول دي، طيب يا آثار تعالوا اتفضلوا، في حاجة بتحكم بتفصل بين الكل اللي هي المساحة العامة، والمساحة العامة دي جهة حكومية وأنتوا جهة حكومية. رحنا لهم هم الآثار اللي قالوا توجهوا للمساحة العامة، رحنا للمساحة العامة. لما رحنا للمساحة العامة طلبت منا أوراق وادتنا خطابات، قالوا لنا هاتوا شهادات سجل عيني. رحنا جبنا شهادات سجل عيني، وجينا عندما جبنا شهادات سجل العيني دفعونا رسوم لفصل الحد بيننا وبين هيئه الاثار على نفقتنا الشخصيه. دفعنا الرسوم وحددوا لنا موعد. دفعتوا قد ايه؟ دفعنا 3520 جنيه، وده كان باسم فرد. ده كان الاثار قالوا هات المساحه تفصل بيننا وبينهم تفصل بيننا وبينهم على سبيل ان احنا ما كناش هنوصل للمراحل دي ونسيب اراضينا ياخدوها. تمام. مع ان الارض للارض ولا العرض بيتهدى بيه. تمام. واحنا قلنا لهم احنا مش هنسيب ارضنا بالطريقه القانونيه، احنا مش هنعمل زيكم، انتوا استندتوا على قرار السيد الرئيس السيسي
اللي هم استخدموه خطأ. وللأسف الجهات الرسمية في التنفيذ على الإزالات دي طلعت معاهم بدون حكم قضائي، ما معهمش أي أحكام قضائية، لكونها إن هي هيئة آثار والأرض دي بالبوج كده لنا فيها. لما جينا نكلم السلطة التنفيذية اللي جاي معانا التنفيذ، خدنا لهم الأوراق بتاعتنا والعقود والخرائط، ونكلمنا سيادة اللواء حكم مدار المحافظة هو اللي كان في نفس اليوم بينفذ الإزالات. يا فندم احنا خرايطنا هي وعقودنا اهي، خليهم يبصوا لنا اراضينا والباقي ياخدوه اذا كان ليهم. تلفظ علينا بالفاظ يعني لا داعي لذكرها، اراضينا دي من ايام جمال عبد الناصر، واقف برضه حد من شرطه الاثار برتبه مقدم قال بخال عبد الناصر يجي يسلمها لكم. ليه انا؟ مش هقول حد تاني، ليه انا؟ بخال عبد الناصر لما يطلع يسلمها لكم تاني. السياده اللي هو قال مهندس المساحه بتاع الاثار اذا شد المتر على نهايه الارض كلها، انتوا مشتكوا ارض ومساحه، هنردم عليها. مشتكوا ارض ومساحه بتاعتكم، انتوا عاوزين اكتر من هنحكوا؟ لا لا يا فندم، ارضنا بس. لا، واذا كانت دي مش ارضنا وبالعقود بتاعتنا ومسجله، احنا نحاسب امام القانون. لان احنا في دوله قانون. مهندس بتاع الاثار عمل لكم محضر، عمل محضر. مهندس الاثار في سنه 2013 عمل محضر الغفير بتاعه، لما انا جيت طهرت ترعه الري اللي موجوده في الخريطه المساحيه، جه عمل محضر 25-25 لسنة 2013 في مركز صنع الحجر بتعدي أثناء التطهير لترعة الري 20 سنتي، من 20 سنتي ل 30 سنتي، والمحضر موجود. طلع النيابة العامة، والنيابة العامة طلبت من الزراعة التحقيق في الموضوع والمعاينة عليه، هل من الفلاح متعدي أو مش متعدي، وأرسلت له، والنيابة العامة حفظت المحضر لما تيقنت ووصل لهم الحقيقه بان ما تمش التعدي عليه. امال ايه غفير عمل؟ السيد مهندس مساحه، كان انا ذاك مهندس مساحه الشرقيه، ممكن اذكر اسامي؟ ما تذكر اسامي. المهندس احمد صلاح في التوقيت ده، وقابلته عند الارض وعند التل، قال لا لا ده الاراضي دي احنا لينا فيها نصها بتاعنا. قلت له نصها بتاعتك منين حضرتك؟ قال نصها بتاعنا، وانت عادي ما المحضر خلاص، لان كده ترعه الري دي بتاعتنا اخرى. وده يا باشمهندس انت الكلام اللي بتقول عليه ده مش هيتم من سنة 2013. فضل طبعا تناقشنا انا وهو بالكلام ده وده والفلاحين، ومن سنة 56 الاراضي دي زي ما بتكلمنا كده. قال لا، هي الارض دي مش بخرايط وموجودة على خريطة المساحة وموجودة على خريطة الخريطة المساحية شركة صنع الحجر. الخريطة المساحية موجودة في هيئة المساحة. ما احنا لما نروح لسعادتك المساحة، المساحة طلبت مننا نجيب خرايط، واحنا في المساحة جبنا خرايط انا والحاج عبد الفتاح، وانا ماشي معاه اقسم بالله، وكنا رايحين من صانع الحجر للزجازيج نطلع الخرائط، قلت له يا رب الاقي الخريطه المساحيه زي الاثار ما بقول واخدين الارض، ساعتها انا قلبي هيرتاح وهياخد. لكن لو لقيناها على نفس الحدود الطبيعيه بتاعه جمال عبد الناصر مع حفظ الالقاب الزعيم الراحل رحمه الله عليه، ديا مش هنسيبها، لان دي ارضنا واهالينا اللي مش متعلمين حافظوا عليها لما نبقى احنا متعلمين. طيب وتروح اراضينا دي. طيب استاذ شعبان، طبعا اللي حاضر اقدم منك، انت مستلمها حج عبد الفتاح ولا والدك؟ لا، والدي رحمه الله عليه مستلمها سنه 64 حج راح. والارض دي مجاوره لتل اسمه تل ابو ملح، وزي ما قال الحج شعبان الاصل الخريطه بتاعتهم هم لهم في التل ده 6 فدادين 19 سهم، التل ده يتعدى ل 12 فدان. والارض اساسا التل مرتفع عن الارض بحوالي متر ونص. لا ده مترين. الارض دي صلحها جمال عبد الناصر، دوله صلحتها سلمتها للفلاحين، لم نتعدى او لم لا, لا مش خدنا من اتجاه الاثار 10 سم حضرتك. فلما جم نفذهم وجت الشرطه التنفيذيه نفذت ببهدله، يعني حضرتك لما تشوف الارض اتجرفت شكلها وحش جدا، عملوا بيننا وبينهم في نص ارضنا عملوا خط برليف، عملوا خط زي خط برليف. الشرطة اتعملت معانا يعني معلش مع احترامي للشرطة ومع احترامي للدولة وحبي للدولة، أنا بكيت سنة 2011 على الدولة بكاء لم يبكيه أحدا في مصر خوفا عليها. وراجل بخاف على أمن البلد، مش معنى احنا كنا نقدر نقف ونعمل تجمهر ونعمل زي ما عملوا في الوراق ونعمل مشاكل. لا، منعنا الناس من إنها تدخل، منعنا الناس على أساس إنه يكون في رحمة في التنفيذ لحين إثبات حقنا. ما حصلش، مسكوا الارض جرفوها. لو شفت نظام حضرتك الجلدرات اللي كانت شغاله،
اكن اسرائيل بتهدم في بيوت الفلسطينيين. بالظبط والله. بالظبط والله. في ارض زراعيه. في ارض زراعيه فيها ارض بتاكل الدوله. قطن ورز موجود فيه. وتاكل الدوله غله. بتطلع قمح وبتطلع قطن للارض يجوا ياخدوها. اولا حضرتك المساحات مش كتيره، يعني انا من عندي 12 ايراد. الارض دي فيها ورثه ورثه، يعني ال 12 ايراد دول حق اخويا الله يرحمه اللي عنده ثلاث ولاد ايتام. هم اللي بياكلوا منهم ويشربوا منهم. اخوه ورثها عن ابوه. اخوه لما توفى الى رحمه الله اولاده اللي هم شوف فيها. شوف سعادتك كم جيل فيها؟ 12 12 يطلع لنا هيئه الاثار بقدر الجادر. لما يعني. يومها وكان يوم وحش ويوم شين مش حلو حقيقه، والراجل اللي هو الله يسامحه ووجه الينا كلمات ما انزل الله بها من سلطان وهنا في اللفظ ماشي ماشي. انا عذرته لانه طبعا طالع غصب عنه ومرهق وكل دي ماشي، بس الاسلوب ما كانش ما كناش نستحقه، لان احنا في الاول وفي الاخر ناس محترمه، ما احناش بلطجيه. احنا لو عايزين نكون بلطجيه هناخد الارض. بس يمكن الصوره رايحه لسياده اللواء ان انتوا بلطجيه، يمكن الصوره رايحه لهم. لا لا يا بيه المؤاخذة، لا ده موقف. اولا هم جم مره، هم جم مرتين اتنين. مره نزلوا دهوسوا في القطن وجرفوه وجرفوا رز، جه الرز كان فيه ميه غرز باللودر، ما عرفش اللودر يخش فيه ميه والقطن كان يومها شارب. فراحوا ماشيين وقالوا هنرجع تاني في خلال 15 يوم يا دوبك الرز انضم يا عم الحاج، لانهم جايين ما اقدر. المهم يا سيدي بدانا نجري، هم قالوا لنا خلوا المساحه تيجي تديها لكم، هم اللي قالوا لنا تفصل بيننا وبينكم، تفصل بيننا وبينكم، خلي المساحه تيجي تفصل بيننا وبينكم. رحتوا المساحه؟ طلعنا على المساحه قالوا هات الخرائط، جبنا خرائط، طلعنا خرائط، الخريطه ب 375 جنيه وصورنا الخريطه، صرفت نهارها حوالي يعني حوالي 450 جنيه، وده مش مشكله برضه، وده مش مشكله. ورحنا على المساحه وجم قالوا هاتهم شهادات من السجل العيني، رحنا جبنا شهادات من السجل العيني، الشهادات موجوده كل قطعه، القطعه دي في الخريطه مرقمه 5 و6 و7، كل قطعه من القطعه، ولا القطعه الثلاث قطع دول يا عم الحاج بياكل فيهم 9 عائلات مش بتاعتي. القطعه قد ايه؟ فدان ونص؟ الفدان ونص. لا في قطعه في الدانين وفي فدانين وفدان ونص متراوحه بين موجود كل حاجه فيه. ما بزيدش عن فدانين؟ لا ما هي زادت عندي انا عن فدانين اساسا، لان كانت ايام ما صلح جمال عبد الناصر كان عامل اسلوب الري والصرف واحد على مستوى 900 فدان. لما استلمت الناس الاراضي هي غيرت اسلوب الري والصرف، فتوفر في اتجاه البحر مش في اتجاه الجبل، فتوفر في اتجاه البحر مصرفين وسكه بينهم، دول دخلتهم دول اللي رفعت قيمه مساحه ارضي لفدانين و12 اراضي. بس هي داخل محصوره عليك؟ محصوره عليا ودافع ثمنها. الشهاده بتاعت السجل العين. اولا الشهادات السجل العين يا حاج رائف بتقول ان الارض دي ملك لشركه صنع الحجر. واحنا معانا عهودات من شركه صنع الحجر. بالظبط. مش مسجله نعم، ان ده طبعا برضو احنا لنا ملاحظ كتير على شركه صنع الحجر، رغم انها صادره بقانون. يعني شركه صنع الحجر دي منشاه بقانون، الارض دي كانت ارض بتتبع الهيئه العامه لاستصلاح الاراضي. الهيئه العامه لاستصلاح الاراضي، عبد الناصر الله يرحمه في بلدين اثنين منطقتين اثنين على مستوى الجمهوريه، النابوريه في اسكندريه وصنع الحجر، دول اللي صلحهم وكانت كلها تلول، يعني هي دي كانت كلها تلول. لو شفت الخريطه حضرتك اللي موجوده اللي صلح عليها عبد الناصر هي نفس الخريطه اللي بتطلعها هيئه المساحه حاليا، هي نفس شهادات السجل العين. رحنا قالوا لنا لا مش طالعين، الاثار قالت لا مش طالعين. منعت الاثار يوم 12. دخلنا لسه مش طالعين يطلعوا مع المساحه يجي طالعين. مش طالعين. فيهم يا حاج رائف بص هم قالوا لنا انتوا هتشتكوا. قلنا يا جدعان مش شاكين، ادونا ارضنا حد الله ما احنا شاكين. واحنا هنصلحها. احنا مش لازم اللي انتوا بوظتوه هنصلحها. ده الله يعوض علينا فيه هنصلحها. لان احنا اولا واخيرا نقدر ناخد الارض دي بالعافيه. احنا نقدر ناخدها بالعافيه. انت صاحب لكن لا بجد بالعافية. لا بجد لا والله نقدر ناخدها بالعافيه لكن بجد ازاي احنا ازاي انت بتطلب حد بس علي صابر مش صابر انا انا بقالنا شهرين اتنين يا حاج رائف ده حقك بنجري جري مش بطلنا يعني بنجري. رحنا حضرتك كنت معانا في يوم دخلتنا للسيد السكرتير عام المحافظة الشرقيه اشر بتشكيل لجنه، احنا طالبين كاتبين في الطلب بتاعنا تشكيل لجنه للفصل من المساحه والاثار للفصل بين حدود بينه وبين الاثار. معالي اللي هو سكرتير عام المحافظه اشر بانه يوافق على تشكيل لجنه للمساحه والمصاريف على حساب الطالب. قلنا باشا مش مشكله. كنا قدمنا للسيد المحافظ طلب يوم الثلاثاء الموافق 17/10/2017 دخلنا للسيد المحافظ. السيد المحافظ قال تشكل لجنه للفصل واوافى
بالنتيجه ووفى بالنتيجه. فنحن اخذنا الورق وطلعنا، طبعا المحافظه بعتت لهم، احنا صورنا الورق وخدناه معانا احتفظ لينا احنا، لكن المحافظه بعتت للمساحه اتجاه وبعتت للاثار اتجاه. حضرتك انت لما تشوف منظر الخريطه المرسومه، الاستاذ او المهندس اللي رسم الخريطه وقال ان دي تبعنا بقلم اصفر، الخريطه بتاعت الدوله اللي هي معايا يعني هو لعب في الخريطه على راس الخريطه بقلم اصفر، بقلم اصفر وداخل في الارض كده بزاويه، جايب من عند الحاج شعبان من نقطه الصفر منتهي عندي انا على المشروع ب 50 متر في طول الارض. 50 متر عليه كده في طول الارض، يعني عامله مثلث كده، يعني هو عامله بايده هو بقلم رصاص على نفس الخريطه المساحيه اللي احنا طلعناها، الخريطه اللي طالعه من هيئه المساحه العامه، على نفس الخريطه اللي المساحه العامه احترام ليها. طب انت حاجه مفتاح، انت بتطلب ايه من وزير الاثار دلوقتي؟ ها؟ بتطلبوا ايه من وزير الاثار؟ بنطلب من وزير الاثار ووزير الزراعه. وزير الزراعه تطلع لجنه من المساحه والاثار للفصل بيننا وبين الاثار حسب الخريطه والسجل العالي، ارضهم ياخدوها. احنا مش هنمانع. انما دي ارضنا احنا، ويا ريت ويا ريت السيد وزير الاثار ما يحسسناش ان هو في دوله داخل الدوله، ويحسسه يحسسنا برضه ان زي ما احنا بنخاف على البلد هو يخاف علينا. طبعا هنكمل حاجه فتاح، هنطلع فاصل وهنواصل تاني. ماشي يا فندم، هنطلع فاصل ونواصل. ودايما على طول مشاكل الفلاحين في عين كل مسؤول، لان الفلاح المصري النهارده هو الوحيد اللي بيصحى من نجمه عشان يشتغل. فهنرجع لكم تاني بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين، ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل لنكمل مع الحاج عبد الفتاح أبو السيد، فلاح من فلاحين الشرقية. و هل أنت عضو في المراقبة العامة حاج عبد الفتاح؟ عضو في الجمعية المحلية ورئيس الجمعية المشتركة بصانع الحجر. طيب، كنا معاك الكلام وقبل الفاصل وبنتكلم على موضوع الآثار وموضوع تعدي هيئة الآثار على الأرض بتاعتك، وأنت بتقول أنا مش عايز منهم اللي يفصل الحد اللي بيننا وبينهم، ونكلم حاجة عندي ياخدوها أنا مش منافع. هو ده كل ما أتمناه. وأرجو من السيد وزير الآثار إن سمعنا. إن سمعنا. يعتبرنا أبنائه، إحنا أولاد البلد دي. معلش عمرنا أنا اشتغلت لمؤاخذة حضرتك 38 سنة في الدولة، ما طلعتش سنة بره وبحب البلد دي وبعشقها. أنا بعشق البلد دي. يبقى المفروض على السن، أنا بلغت من العمر 63 سنة، أنا معاش من 3 سنين. بلغت من العمر 63 عام حالياً. يبقى اساسا المفروض ان انا اكرم واحترم مش اهان. ارضي وارض ولاد اخويا بتاعتنا. رحنا دفعونا 3520 جنيه رسم حدود، وحددت المساحه يوم 12/11/2017، وطلعت الاثار علشان تتهرب مهندس الاثار قال لازم الورق يروح مصر. رحنا له يوم الاربعاء الماضي، رحنا له يوم الاربعاء الماضي وسلمنا له صوره من الخريطه وصوره من العودات وصوره من السجل العين. لكن انا من يعني انا بشهد في كلامهم ان العمليه مش عندهم استعداد. ليه مش عارف؟ مش عندهم استعداد يطلعوا يفصلوا مع المساحه. المساحه بعتت لهم وحددت لهم، رجعوا تاني للمساحه بحجه ان احنا لازم نبعت للقاهره، قلنا ماشي. بس العمليه احنا حاسين ان العمليه فيها تهرب. ليه؟ تهرب ليه؟ ده ارضنا وارض جدادنا. فيها جيل ثالث، وهفضل اكررها المره الثانيه او الثالث، الجيل اللي فيها الجيل الثالث، ما احنا لم نعتدي على الدوله، ولم نتعدى على اصول الدوله، وتعبانين. انت عاوز حقك بس. بس. اللي هي مستلمه من من جمال عبد الناصر رحمه الله عليه. يعني انت عاوز حقك اللي خدته من اللي خد الاصلاح الزراعي. من الاستصلاح، مش من الاصلاح، من الاستصلاح الزراعي. الاصلاح الزراعي. انت عاوز حقك، مش عايز اكتر منه. بس. واحنا طبعا بنناشد السيد وزير الاثار على يتجاوب. يتجاوب مع الفلاحين، والفلاح بيقول انا والله مش عايز اكثر من حقي، وعاوز اسيب من حقي شبر كمان. الفلاحين مش طمعانين الا في حقهم فقط لا غير، مش عاوزين حاجه من الدوله الا حقهم بس.
لان تغول وزاره الاثار على الفلاحين وان هم ياخدوا ارض الفلاح، والنهارده انا لما ادفع فلوس في المساحه واقول عاوز افصل الحد الفاصل بيني وبينك وانت تتقاعس ولم تاتي، تبقى عندك انت المشكله مش عند الفلاحين. الفلاحين النهارده اللي انت المفروض تسيبهم ان هم يشتغلوا وينتجوا، مش تعطلهم في ان انت تاخد منهم الحد او تاخد منهم ارضهم. طبعا برجع للاستاذ شعبان. شعبان يعني انت عاوز تضيف ايه؟ ما تعدش كلام حاجة عبد الفتاح، خلينا في الجديد. ايه المطلوب في هذا الامر من السيد رئيس الوزراء، من السيد وزير الزراعه؟ انت عاوز منهم ايه؟ سيدي بالنسبه للسيد وزير الزراعه، دي ارض زراعيه، والسيد وزير الزراعه لابد برضه يكون له دور معانا، ما يسيبناش في وجه الاثار برضه كده، لان الاثار حسب ما شفناه ان هي سلطه ثانيه، يعني سلطه زياده داخل او سلطه رابعه. احنا اللي بنعرفه واللي درسناه في كليه الحقوق بان احنا عندنا ثلاث سلطات: السلطه التشريعيه، السلطه التنفيذيه، والسلطه القضائيه. السلطه التشريعيه بتشرع، محكمه دستوريه بتطبق عليها وبعرض على السيد الرئيس، والسلطه التنفيذيه اللي هي بتتمثل في الحكومه والجهات التنفيذيه، والسلطه القضائيه اللي هي الاحكام القضائيه اللي هي باته بين الشعوب وبعضها وبين المواطنين. لما يجي لي هيئه الاثار بدون حكم قضائي، يبقى دي بقت سلطه ثانيه، بقت سلطه رابعه، ودي ما درسناهاش يعني لسه. مش جايلكم حكم محكمه؟ مفيش حكم قضائي يا فندم، مفيش حكم محكمه. قرار طلع من هيئه الاثار، قرار طلع من هيئه الاثار، وللاسف ازاي تم. وانا بصيت على خط السير اللي طالع بتاع اللي كان مع القوه اللي طالعه، اللي كان في المركز، ليه اسمه كان اسمين اللي موجودين في خط السير، اسم الاستاذ عبد الفتاح واسمي. اسمي كان 20 سنتي اللي هم كانوا بتوع التعدي زمان. لا، ما خدش ال 20 سنتي، خد من عندي 7 جراريط ونص، وخد كميات الاستاذ عبد الفتاح، خد بقيه الناس مصطفى شوقي اللي هو بينه وبين الحاج عبد الفتاح. ما كانش موجود في القرار ده؟ ولا مش موجودين في القرار. خط السر عشوائي، تنفيذ عشوائي بحت، لا فيه احكام قضاء اللي بنحترمها كلها وبنعتبرها عنوان للحقيقه. ده اللي يقول عليه مهندس الاثار طيب ليه؟ قال لك الرئيس السيسي عايز كده. طيب يا سيدي، الرئيس السيسي مش عايز كده. احنا نعلم ذلك. الرئيس السيسي قال لك الارض الزراعيه ان السيد الرئيس محدش قراره قرار بطل شجاع لما قال التعديات على اراضي الدوله. ما قالش التعديات على الملكيه الخاصه، الملكيه الخاصه القانون ذاكرها وعامل لها حمايه، حمايه الملكيه الخاصه ما سابهاش تضيع بين الناس. لكن ده اعتبروها بالنسبه لقرار السيد الرئيس، وده انا متاكد ان شاء الله لو في حد من المسؤولين سوف يحاسبه، كل من طلع في قرار الازاله بتاعنا، لان قرار الازاله بتاعنا قرار غير قانوني، غير دستوري، ظالم للفلاحين اللي موجودين وانا واحد منهم. طب يا حاج شعبان، انت كنت عايز تكلمنا في موضوع شركه صنع الحجر. نيجي سعادتك لشركه صنع الحجر. ايه الموضوع شركه صنع الحجر؟ بالنسبه لموضوع شركه صنع الحجر، ودي اللي احسسناه الاستاذ عبد الفتاح، اجرى مكالمه تليفونيه مع السيد رئيس مساحه الاثار امس، واحساسه اول امس واحساسه كده بالمفهوميه بان شركه صنع الحجر دي تعتبر يعني ما هيش شركه اعتباريه، ودي شركه يعني ما الاراضي تروح منها شركه ضعيفه هشه. ليه؟ على حسب ما فهمت من الحاج عبد الفتاح بان دي ما عادتش شركة حكومية، عادت شركة مع نفسها كده. ازاي مع نفسها ازاي؟ مع نفسها ازاي؟ نيجي سعادتك، العقود بتاعت شركة صان واقفة في التسجيل في الشهر العقاري والسجل العين. ما هي بتنتقل الملكية بناء على سداد قيمة الأراضي. جميع الفلاحين تقريبا بنسبة 90% سددوا قيمة الأراضي، وإحنا ناس منهم ومعانا العقود من شركة صان، مفروض على طول بننتقل للجهات الثانيه اللي هي الشهر العقاري والسجل العيني، ننتقل ليهم قافلين في وجوه الفلاحين للتسجيل. وده اللي مخلي اراضينا ملكيتها ضعيفه. انتوا حتى الان لم تمتلكوا هذه الاراضي لغايه الان، عقودات مسجله؟ مع الرغم ان انتوا دفعتوا اللي عليكم الاقساط كامله والاقساط متورده في وزاره الزراعه، حسب ما بنعرف من شركه صان، بان الاراضي دي الاقساط اللي دفعناها واللي بياخد عقده بتتسدد للدوله. اذا ازاي ليه التسجيل واقف قدام اراضينا؟ اراضينا دي المفروض تسجل. احنا مش مواطنين نص درجه، احنا مواطنين مصريين نتمتع بالمواطنه المصريه.
فاذا من حقنا ان اراضينا دي تكون ملك زي الاراضي الملكيه طالما تسدد ثمنها، من حقنا ده احنا هنفيد، ده احنا هندي هنزود في حصيله الدوله. اذا كل فدان لو فتح التسجيل رسمي كل فدان هيغرم له لا يقل تقريبا من 700,000. اذا ده اموال ثانيه داخل الدوله هتتسجل في سجل العين والشهر العقار. الفلاحين على نفقتهم الشخصيه برضو مفروض شركه صان هي اللي تحاسب على الكلام ده. لا احنا كفلاحين وجمعيات الزراعيه تواصلنا مع بعض في هذا الحوار واتفقنا على اننا هنقوم بدفع المصاريف للسجل العيني ولشهر العقار. لكن الى الان لما رحنا السجل العيني نطلع لقينا المساحات كلها ودي تقريبا بالضبط 45,000 فدان تحت شركه صان كلهم ما زالوا في السجل العيني باسم شركه صان. شعبان ايه المعوقات ان الشركه مش مسجل لكم؟ ايه المشكله عند الشركه؟ ديا انتوا استجوبتوهم في مجلس الشعب، عملتوا لهم استجواب للسيد رئيس مجلس الاداره والسيد المستشار القانوني للشركه وما برضه ما حصلش افاده لنا ايه اللي تم فيها. لان لا الموضوع ده هيطلع بيه قرار مجلس النواب خلال 15 يوم في موضوع طلب الاحاطه اللي كان مقدم ضد شركه صان الحجر تمام. اللي هي التشييد والبناء اللي هي تبع شركه القابضه للتشييد والبناء. يعني كنت عاوزين نتكلم يعني يعني انتوا اجريتوا يعني كثير على الشركه ولم تستجب لطلباتكم. نعم. حتى لما راحت مجلس النواب لسه القرار هيطلع ان شاء الله بان احنا كنا اتفقنا في مجلس النواب على ان الشركه هتدفع 25 مليون جنيه للمساحه وان الاهالي يدفعوا على كل فدان 1000 جنيه يسجلوا 500 للشركه و500 لانفسهم لان الشركه حتى الان لم تسجل لنفسها حتى الان يعني تمام. الشركه نفسها لم تسجل لنفسها حتى الان. لا مسجله سعادتك في الشهر في السجل العيني موجوده بس لا لا سجلت 90 فدان بس يعني حوالي 45,000 فدان او اكثر قليلا لم تسجل الشركه باعتبر لم تسجل لنفسها حتى الان ولم تمتلك هذه الارض بانها سجلت. فدي بتقول لك انا ازاي انا هسجل للفلاحين وانا ما سجلتش لنفسي. فقلنا احنا كفلاحين هنسجل لكم لانفسنا، احنا كفلاحين هندفع 500 جنيه ليكم نسجل لكم الاول مع الدوله ثم انتم تسجلوا للفلاحين. هيفتح يعني ايه اللي جاب شركه صان الحجر؟ انتم كنتوا ناس تبع قطاع صان الحجر للاراضي المستصلحه نعم. ايه دخل الشركه ودخل حضرتك دي انشات سنه 85 بقانون يوسف والي وفي عهد الجنزوري رئيس الوزاره. يعني انت كنت ناس جمعيات مستقله جمعيه احنا مستلمين الارض دي حضرتك من الهيئه العامه للاستصلاح الزراعي وكان اسمه قطاع صان الحجر. ايه اللي دخل الشركه دي؟ نظام الدوله عملت شركات قطاع الاعمال، تاريخ انشاء شركات قطاع الاعمال حضرتك انشاهم شركه صان الحجر دي يملكها العاملين فيها ما يطلعوش 250 واحد يعمل حاجه، كل يوم بيبيعوا بملايين الجنيهات ارض زراعه ارض للبناء للناس تبني عليها. يعني بيبيعوا ازاي يعني؟ بيبيعوا بمزاد وبيدوا عقودات زي دي برضه غير مسجله كل كل فتره. هم بيدعوا انهم اساسا مرتباتهم من كده ما لهمش مرتبات يعني في الدوله. يعني بيبيعوا ارض ويصرفوا على المرتبات ويصرفوا على المرتبات بتاعتهم هم ما يتعدوش ال 250 واحد. في قانون في قانون بيسمح بكده؟ ما اعرفش بقى ده معلومات. احنا وصلنا رحنا مجلس الشعب يا حاج رائف ووقف المحامي بتاع شركه صان الحجر قال احنا ما حدش يقدر يتكلم معانا، احنا قانونيين وما حدش يقدر يتكلم معانا. طب هات لنا ما يثبت يا عم. الزراعه يومها كان وكيل الزراعه موجود، وكيل وزاره الزراعه حضرتك كان موجود اظن يومها، وكان موجود ناس كتير. وقف محامي صان الحجر او شركه صان الحجر اتخربت يا حاج رائف. شركه صان الحجر سنه 85 كانت شركه انتاجيه، كان فيها حضرتك دواجن، كان فيها معالف لمؤاخذه مواشي، كان فيها البان، كانت الالبان بتاعتها بتوصل مصر هنا في القاهره، كانت بتوصل القاهره. بقول عندنا انتاج حيواني في التنسي. لا خلاص كل عام وانت طيب. كل عام وانت طيب عاد معدل البيع دلوقتي. ترى كان فيها خيل كان فيها خيل وكان فيها مواشي وكان فيها لمؤاخذه حضرتك مع احترام الالفاظ معيز وغنم، وكانت فيها وكان فيها ارانب. الشركه دي عملت ب 22 مليون جنيه سنه 82 انشات الاماكن اللي بقول لحضرتك عليها الانتاجات دي
شهادة 22 مليون جنيه سنة 85. المحافظة ادتهم حاجة في الفلوس دي؟ لا بص يا فندم، المحافظة تعتبر هي اللي شهدت الكل، لأن المحافظة كانت الضامنة. يا ساتر، هي كانت ضامنة، هي المحافظة اللي كانت ضامنة للشركة، شركة صان الحجر. ده كان قرض جاي من بره يعني؟ كان جاي من المجر. من المجر. نعم. والمحافظة سددت القرض. والمحافظة هي اللي بتسدده. رحمة الله عليه الباشمهندس وديع عكاشة. مهندس وديع عكاشة مع اللواء أمين متكيس. نعم. يعني الشركة كان الضامن لها في الفلوس هي كانت المحافظة. كانت المحافظة اللي ضامنها. وكانت شركة منتجة وكانت بتطلع. وكانت شركة منتجة وكانت تشغل عيال أو شباب. سيادة النائب، شركة صان هي لما انتوا بتطلبوا بيه دلوقتي تسجل لنا أرضنا. احنا بنطالب بحاجتين. الحاجة الأولى اللي هي أراضينا اللي سلبها مننا هيئة الآثار السلطة الرابعة في الدولة. احنا اتكلمنا حاج شعبان على موضوع الاثار دي ادى واحد وخطبنا رئيس الوزراء في هذا الموضوع في الموضوع بتاعه. يا ريت والله يا حاج والله يستجيب، تنزل لجنه تفصل يا ريت يستجيب، تفصل يا ريت يستجيب، واذا كنتوا متعدين تاخد ارض منكم مش متعدين. ما عندناش اي مال. هيئه المساحه العامه، بس هيئه المساحه العامه دي خصصت لفصل الحدود في حاله النزاع في الدوله كلها، اذا كانت بين حكومات وبعضها وزارات معينه او اذا كانت بين افراد وحكومات. للأسف طبعا السيد المهندس مساحة الآثار بيقول احنا ما بنخاطبش افراد، قال الحاج فتحي احنا مش بنخاطب افراد، احنا بنخاطب هيئات حكومية بس. وشركة صان، شوف بقى اللي يقلب، شركة صان ما هيش هيئة حكومية، شركة صان هش، اذا ما احناش مخاطبنا ما لكوش حاجة عليها. طبق قطاع الاعمال، قطاع الاعمال حاجة بتاعنا. انت كنت سامع بتطلب وتقول احنا عايزين كان كيلو بينه وبين الزيادين 90 كيلو. انا مبروح فعلا بكون مات، كذا حاله عندنا بتكون انتهت. طب عندك مش عندكم مستشفيات تخلص نهائي في صنعاء؟ نهائي في صنعاء ما فيش مستشفيات في صنعاء. هي اللي انا قلت حضرتك وحده تنظيم اسره. يعني انها مش بتروحوا بالليل؟ لا بالليل يا ابني ولا بالنهار. انت هتروح بالليل اذا كان ما فيش، تقدرش تروح بالنهار مش هتلاقي فيها حاجه يا حاج رائف. لانها هي مش مستشفى. لا مش مستشفى، تنظيم اسره. تحولت وحدات كتير ومستشفيات كتير في العهد الماضي لوحدات تنظيم أسرة، واعتمدوا على مستشفيات الجامعة. طب مستشفيات الجامعة تشيل يعني محافظة زي محافظة الشرقية فيها 8 مليون نسمة. يعني انتوا ما بحد منكم بيمرض او بيعيا او ست عاوزة توضع كده هي ما بتروحش يا بيه لا مؤاخذه بتبيع حلقها وتروح للدكتور الخاص. الخاص؟ امال فين دعم الدوله للفلاح؟ لا ما فيش، ما عندناش دعم في دوله في الصحه ومساندة الفلاح مطلقا. ما فيش صان الحجر مش فيها دعم دوله في الصحه. عملنا حضرتك لا مؤاخذه وحده غسيل كانوا بالمجهود الذاتي على الناس ولم تعمل. لا شغاله دلوقتي يعني يعني لا الوقت خلينا نتكلم برضه في الانصاف. دي معموله على حساب الناس. ايوه معموله بقطاع الخاص اللي عاملها. الاهالي اللي عاملينها. الاهالي قطاع خاص مين؟ الاهالي. الاهالي عاملينها ولموا من بعض تبرعات اللي باع حلق واللي باع وهم عاملينها وشغاله دلوقتي. هي دي الوحيده اللي هي غسيل الكلى. اما حضرتك المستشفى لا يعمل، لا يوجد مستشفى، مستشفى قاعد للتطعيم بس مش لاقيين دكاتره ليها على فكره حاليا. مش لاقيين دكاتره يعني مش حد. المشكله مبنى ولا المشكله لا عدم وجود دكاتره؟ لا المشكله اداره. يعني انتوا عاوزين اطباء في مستشفى صنعاء؟ عايزين ما هو مش هيجي اطباء لما يكون مستشفى مركزي. ما هو طبعا واحده صحيه هيبعت فيها دكتور او اثنين والدكتور عنده عيادته برضه. مين انا شايف ان هم عاوزين يعملوا حضانات دلوقتي برضه من الاهالي
وشايف ان يعني انا شايف في طفره. دي مجهود شخصي من الافراد مش من الدوله. حضرتك لما عملت وحده الغسيل الكلوي لمؤاخذه دي كانت مجهود شخصي من الافراد من المجتمع. الناس اللي المجتمع المدني هو اللي عمله. والحضانات اللي بيحصل اللي عملها حاليا دلوقتي مجتمع مدني. الدوله مش تعلم عنا حاجه يا فندم. الدوله لا تعلم عن صان الحياه، لا في طرق ولا في ميه ولا في ري للطرع ولا في صحه. حضرتك ايه السبب حاجه في دوله مش عارف؟ دوله مهمله مهمله. يعني انتوا في نهايه الطرق. احنا في نهايه كل حاجه. احنا اساسا في نهايه المحافظه. يعني انتوا في نهايه المحافظه. احنا في الشمال الشرقي للمحافظه. نهايه بعدين المنزل يا صانع الحجر دي نهايه طرع ري، نهايه طرق، نهايه المحافظه. احنا جنة يعني كل محافظ صراحه. ما انا بس بقول ان لما حد عندكم تدد جاهليه. طب يعني طب مش مستشفى الجماليه هو اللي شايلنا. اللي في الجماليه. مستشفى الجماليه الجماليه الجاهليه هي اللي شايلنا. يعني حاج رائف اللي شايلنا بنسبه كبيره جدا مستشفى الجماليه المركزي. يعني وده مستشفى بجد يعني يشكر جميع القائمين عليه. اللي في الجاهليه. في الجماليه. الشرقيه لا. مستشفى الحسينيه الشرقيه حاج رائف بيعمل ايه؟ في ايه؟ في مستشفى الحسينيه؟ يعني ما بتروحش مستشفى الحسينيه حتى كمان؟ ما بنروحش. بتروح الدجاهليه؟ بنروح الدجاهليه، بنلاقي اعتناق بالناس الدجاهليه عن الشرقيه. انا عرض علينا زمان كنا سمعنا ان احنا كنا هننضم لبورسعيد، احنا تمنينا ان احنا ننضم لبورسعيد. ليه؟ كده ما احنا مع اننا نهايه بورسعيد برضه. مع رغم ان احنا نبقى كنا نهايه بورسعيد برضه. بورسعيد بتعتني بالانسان شويه. هنحس باعتناق عن الشرقيه. فعلا بتعتني بال. حاج شعبان ايه رايك في اداء السيد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقيه؟ لا اداء السيد اللواء بصراحه اداء مشرف. هو شغال شغل قتالي بصراحه. شغل القتالي ما هو ظاهر على الطبيعه بالنسبه للمواطنين في الشرقيه. شغال في الطرق برضه، طريق الحسينيه، الفاغوس، الزلازيل. ده طريق الموت. تغير عليه. ده كان طريق الموت تقريبا اكتر من 10 محافظين، وكل اللي يجي يسمعنا ان الطريق ده هيتعمل ما نفذوش الا السيد اللواء خالد سعيد. محطات محطات المي، محطات ميه البكارشه، محطات المي ده، محطه ميه البكارشه احنا بنسمع ورق عليها لكن لسه. لا شغال، اشتغلوا من اسبوع فيها. طيب ممتاز برضه. هيرجع لا الفضل. اسبوع شغالين. هيرجع الجهود والفضل للسيادة اللي هو خالد سعيد ولسيادة النائب رائف تمراس برضه. لا ننكر الفضل. لا انتوا اصحاب الفضل اصلا، لان احنا في صان الحجر بسبب برضو وجود سيادة النائب رائف تمراز. بصراحة عندنا وصلة صرف، وصلة طريق اترصفت وتم فرد الخلطة عليها. دي كانت وصلة مأوى للبلطجية وقطعين الطرق ومات عليها ناس بشر كثير، وده شريان رابط بين الشرقية والدجهلية. لا يا ابو عريضة، ابو عريضة وصلة تقريبا حوالي 3 كيلو. دي مات عليها ناس، خطف عليها عربيه، نزلناها عم واشتغلوا فيها، شردت فيها. لا ما شاء الله اتفردت وترجع للجهود. حضرتك جهدك لحضرتك. لا ده جهد. اشكرهم انا. ادي وصله. الوصله نفسكم انتوا. الوصله الثانيه اللي انتوا اللي اخترتوا اللي هي حضرتك. مش انت عمرها ما كانت حصل للستين. انتوا السبب في. اشكروا نفسكم انتوا. مين كان مفكر في الكره دي؟ حضرتك برضه مش كانت حصل. ابناء صان الحجر وابناء الحسينيه هم اصحاب الفضل. يا سيدي بصراحه بالنسبه للواء سعيد، خالد سعيد، اللي هو خالد سعيد احنا نعلم ان هو شغال. وهو اولا بس هو الراجل ده محافظ الاقليم، يعني رئيس الدوله في الاقليم في اقليم الشرقي. المفروض يكون على الادارات اقوى من كده شويه. المفروض الادارات تتحاسب، اي تقصير يحاسب. الاثار بتتبعه، المساحه بتتبعه، الزراعه بتتبعه، الصحه بتتبعه. هو المفروض حضرتك. ما انت شايف حاجه فتح فيه ناس مش معوقه للكلام ده، وشايف ناس مش شغاله في الدوله، وناس مش عاوزه تشتغل، وناس بتسرق. طب يعمل ايه؟ يعمل ايه حضرتك؟ لا يغير وكلاء الوزاره، يغير العمل. لما اوضح حضرتك سعد بشير واحد بيجي يجري على النواب الحقنا ده في قرار بتاع التربيه والتعليم. حدثنا عن القرار ده. قرار التربيه والتعليم ده مجرد ما تم التنفيذ، نعتقد ان اول محافظه نفذته الشرقيه. ايه القرار ده؟ ايه القرار ده يا حاج شعبان؟ القرار ده لدرجه القرابه الاولى ممنوع يكون اثنين متواجدين من القرابة الأولى، أخ، زوج، ابن، أب، ابن، مع بعض في مدرسة واحدة. أول من قام على هذا القرار سيادة اللواء خالد سعيد. ده قانون على مستوى المحافظات، وده قانون. بس هو بقول لك مجلس الوزراء، أنا كنت في مجلس الوزراء النهاردة يا حاج شعبان، وبقول لك القيادات العليا، يعني ال 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 مدير المدرسة، وإن كان مراته معاه أو أخته معاه،
هل الكلام ده انت ده انما ما ينطبقش على الاخين مع بعض القيادة العليا؟ لا هو احنا سمعنا ان هو بينطبق على جميع القرابه الاولى في مدرسه واحده. المدام بتاعتي المدام بتاعتي واخوها في مدرسه واحده صدر قرار لنقل اخوها. لا يعني هو قال لك النهارده مجلس الوزراء احنا القرار طالع على القيادات العليا. القيادات العليا يعني مدير مدرسه واخوه ومدير مدرسه واخته. لا يا فندم مدير مدرسه ومراته. لا نفذ انما اثنين اخين دي مش مشكل. لا لان هو اللي هيعمل المشكله هو القائد. طب مجلس الوزراء حضرتك طلع نشرب كده؟ هو النهارده تحدثنا معاهم النهارده واحنا مطلعين نشرب كده ان هي القيادات. لا اللي هو خالد سعيد نفذها حضرتك على الاخين الموجودين داخل المكان الواحد. طب ما هو ده هيعمل ربك في موضوع الدراسه وخاصه احنا عندنا عجز في صنع الحاجه. احنا كنا نتمنى عندنا عجز في المدرسين. القرار ده يتنفذ فعلا لان هو قرار يحترم، ولكن كان نصبر على من العام الدراسي 2017 2018 ينتهي، او على الاقل الترم الاولاني منه، يكون كل واحد عارف في الترم الثاني رايح فين، لان حاليا ديا بتعتبر تنفيذ جبري. الكل مش عامل حسابه. القرار ده فيه مشكله يا حاج رائد. احنا عندنا عجز صارخ في المدرسين والاداريين والعمال. في عجز عند عجز صارخ. احنا المشكله اللي هتجيب لنا حاجه واحده بان في انتقال من مدرسه لمدرسه، تبديل اللي مش عاجبه مدرسه هيبلغ مرضي، وده حاجه في القانون عندهم. طب وبعدين؟ طب مين اللي هيدفع الثمن؟ ما هيدفع الثمن اولادنا. الطلبه اولادنا بالظبط، هم الطلبه اللي هيدفعوا. هو قال لك ان احنا بعتنا لك 60 مدرس من ولاد صقر سد العجز في صنع الحجر. دول فعلا دول اتبعتهم وتوزعوا على المدارس القريبه. لا بس يسدوا العجز في اداره صنع الحجر القريبه من. لا في كلموني بعض وتم ترحيل بعض المدرسين. قال لك ان منهم 25 مدرس منتدبين خارج المحافظات، فاولاد صقر حطتهم من ضمن ان هم جايين لك في يسدوا العجز، وهم اصلا منتدبين خارج. هم منتدبين خارج ولاد خارج المحافظه الشرقيه. خارج المحافظه الشرقيه هم حطوهم من ضمن الاسماء. ممكن. ودي اللي كنت بدي اتكلم فيه مع السيد اللواء خالد سعيد. فهذه المشكله ان الناس بتدليس على سيد المحافظ. حضرتك اقول لك حاجه، الشرقيه حاليا دلوقتي نسبه كبيره من اللي يديرها العائدين والعائدات. اللي هم ابو 50. تمام مظلومين. ابو 50 جنيه. هم مظلومين. واللي بيطردوا فيهم. يعني 50 جنيه. يعني هم اللي كانوا بيدوا لهم 105. كانوا بيدوا لهم 105 دول اللي طبعا الامر يعني بعدتهم المرحوم علي عزاز. هم اللي مشغلين المدارس دلوقتي. هم اللي شايلين المدارس. العائدين. العائدين دول. وانا بنطالب ان هم يتعينوا. هم العائدين والعائدات دول يا عم الحاج هم اللي حاملين المدارس على اكتافهم حاليا دلوقتي والله. بس ظلم ان واخد 50 جنيه وازاي تبقى بيت واسره وعيله ومدرسه. تقول ان في حاجه ده في ناس بتيجي من الزقازيق تروح صان يوميا. في ناس بتيجي من الزقازيق تروح صان يوميا، هي بنت اشتغلت واعده وتزوجت في الزقازيق. هو ده طبعا ده السيد رئيس الوزراء. طبعا احنا اتكلمنا في الكلام ده في مجلس النواب على تعيين العائدين اللي هم بياخدوا 60 جنيه وهم اللي شايلين المدارس في الشرقيه، لان هم 18,000 موجودين في الشرقيه. فبالناشد السيد رئيس الوزراء، بالناشد السيد وزير التربية والتعليم، بنشدهم على سرعة تعيين هؤلاء لأنهم أصحاب فاتحين بيوت شايلين المدارس، كل الحصص وكل المدرسة هم اللي شايلينها العائدين. فإحنا بنوجه من هنا من قناة مصر الزراعية ومن على المصطبة إن إحنا يا معالي السيد رئيس الوزراء نظرة إلى أبناء الشرقية في تعيين 18,000 معلم ومثيلهم ال 35,000 مهندس زراعي اللي هم بتوع التشجير اللي بياخدوا 40 جنيه. الاثنين دول عاوزين ان انت تفتح ليهم ان هم يشتغلوا وياخدوا مرتب، يعملوا لهم عقد حتى لو 1000 جنيه حتى ولو 1200 جنيه. بلاش تعيين ان هو يقدر فعلا ان هو يعيش بيته اللي هو المهندس الزراعي اللي هو شغال في التشجير والعائدين اللي هم بياخدوا 60 جنيه في التربيه والتعليم. فده موضوع يعني تند له الجبين ان يكون في هذه الايام مدرس بياخد 60 جنيه. ده يعني انا بستغرب. صحيح. حاج شعبان طبعا انت تهيألي ان انت نائب اباء في مدرسه اللغات تقريبا. انا رئيس مجلس اباء مدرسه اللغات الرسميه في صنع الحجر. ايه مشكله مدرسه اللغات وانتوا كنتوا بتتكلموا في المدرسه؟ مدرسه اللغات دي يعني ليها تقريبا 8 سنوات. كل سنه الدولة بتعشمنا أو المسؤولين من محافظة لهيئة أبنية لوكلاء وزارة ويتغيروا ويجي اللي بعده. يعني بعشمكم المدرسة دي إيه ظروفها إيه؟
على ان المدرسه دي دخيله على مدارس. ما بتشتغلوا ازاي في بتتنقلوا في المدارس ولا كنا في مدرسه سكننا فيها مدرسه الفتح بالمسلميه قعدنا فيها 7 سنين. المدرسه ازدحمت طبعا كنا بادئين فيها كي جي ونعت فيها سنه 5. الكثافه بتاعت المدرسه ضغطت على المدرسه الثانيه اذا لازم المدرسه تطلع، وكانت المدرسه اللي كانت هي ملحقه عليها جاي لها تعليم اساسي كمان بتبقى اعدادي بحكم ان خلاص ما عادش فيه سنه 6 على التعليم الاساسي كله، وللاسف المدرسه دي ما جاش لها تعليم اساسي برضو من المنسيين فيها. تم نقلها الى مدرسه خارج المكان خالص، خارج المدينه، خارج المدينه خالص في الارض الزراعيه ولا في الاراضي الزراعيه؟ نعم، مدرسه في الاراضي الزراعيه. ويشكروا يعني اطفال بيمشوا وبيروحوا ويشكروا ان هم استوعبونا وجبلونا. هم اول يوم وقفوا وعملوا معارضات وطردوا الاولاد وطردوا هيئه التدريس، ورحنا وقعدنا مع مجلس الاباء وجه السيد رئيس الاداره التعليميه، مدير الاداره، وحلينا المشكله وقلنا يتحملونا السنه دي، لان احنا يعني خلاص واخدين امل وحلم كبير كنا احنا وسعادتك في هيئه الابنيه. ووعدنا سياده اللي هو خالد بان المدرسه جاهزه للطرح السنه دي، ودي اللي بنتمناه. لو يسري سياده اللي هو يسري، ودي اللي بنتمناه، ما يكونش زي السنوات الماضيه يقولوا خلاص ده نازله، ده نزلت الميزانيه اترصدت جت من الامارات استلمها المغاير. كلها مشاكل، نخش على تربيه وتعليم مشاكل، كلها مشاكل، نخش على الزراعه مشاكل، ولولا اتصال حاجه مشاكل، الاهالي ما تدخلتش وحلتها مش بتتحل. يعني اهالي صنع الحجر ما الناس دي عايشه ازاي؟ شايل لاعب دوله الناس دي. انا اعمل حد صان الحجر، مع احترام ليك يا استاذ فهد، صان الحجر عشان يجيها اداره تعليميه لازم اهالي صان الحجر اللي تدبر مكان وتدفع ايجاراته وتجهز البنيه التحتيه كلها والاساسيه ومكاتب وكل ادي بالنسبه لاداره التعليم عشان على ما تيجي. وسعادتك كنت معاصر المشاكل دي كلها. نيجي لاداره التمويل نفس الوضع، حضرنا لها المكان وجهزناه وفرشناه عشان تيجي اداره التمويل. والادارات اخر حاجه كانت الاداره، اداره الطرق برضو تم تجهيزها من اهالي صنع الحجر على نفقة الناس. وعلى نفقه الناس نفقة. انا مش عارف صحيح، كان صنع الحجر دي خارج محافظه الشرقيه وخارج جمهوريه مصر العربيه ليه؟ مع ان فيها والله ناس طيبين وفيها دكاتره ومحامين واطباء ومستشارين وناس فلاحين طيبين ووضعها كويس خالص، والناس اللي فيها مسالمه بدليل ان احنا اراضينا اتخذت مننا واحنا واقفين بنقول لهم. انا بضم صوتي لصوتك والله، جايب لهم يومها ميه معدنيه وارض بتتاخد الشراجوه يا ريس، الحفاق الواضر اللي هي تهد بلاد عماله تهد في ارضي، كانوا ساعتها في ارض الدنيا حر، جايب لهم ميه معدنيه وجايب لهم حاجه ساقعه، وقلت له انا مش واقف قدامك اللي انت شايفه، بس احنا على حق والناس بتوع الناس دول على باطل. احنا هنطلع فاصل عشان الوقت. انا طبعا سعيد ان انا معاكم النهارده، وان انا طبعا سعداء والله، سعداء كبير يعني حضرتك وصوتنا يوصل يعني فاصل ونواصل مع ضيوفنا ان شاء الله نتحدث في كل جديد. أعزائي المشاهدين، ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل مع ضيوفي، مع الحاج عبد الفتاح السيد والحاج شعبان أبو حامد. الحاج عبد الفتاح، عاوز تكلمني على أمي وأمك أيام زمان والإنتاج والنهارده، مرات ابنك النهارده، يعني إيه اللي اتغير فيه؟ حضرتك إحنا كنا زمان عايشين بنسبة عايشنا بقى شوية بقى سيبك بقى من ال إحنا كنا زمان حضرتك عايشين بنسبة 100% من البيت. بنخبز عيش، بناكل لبن، بناكل بط ما عدناش بنشوفه دلوقتي وبنجري وراه بالقطر مش بنلاقيه، بناكل فراخ بلدي اللي الفراخ البيضه دلوقتي قطعت قلوبنا.
حقيقة يعني. ايه السبب يا حاج افتاح؟ انا مش عارف حضرتك، زي ما تقول برضو جه فترة على الفلاح حياته اتغيرت، مش كانت مثمرة، ولاده طفشوا للمدينة، سابوه الأضواء والمدينة، الأضواء والمدينة سرقت الأولاد. ما هو في فرق شاسع ما بين المدينة والريف، ما هي مشكلة في مصر في شر رثاء. الكهرباء موجودة في الريف، وال ما هو ده برضه كان عيب. والفرن العيش موجود في على الريف. فكرة يا حاج رائف، برضه من عيوب الفلاح إنه استغل الحضارة استغلال خاطئ. إزاي بقى؟ إزاي بقى؟ كان الفلاح زمان يا حاج رائف يصلي العشاء ونام، يقوم يصلي الفجر الساعة 5 الساعة 6 بكون في الحقل بتاعه وفي الغيط بتاعه بلغتنا. عم تبقى الساعة 8 يكون أنتج، بقى في إنتاج. لا الفلاح النهاردة قعد قدامه الدش وقدامه النت، ومعلش يعني قعد بيسهر. دي مش ثقافة للفلاح. معلش ثقافة يعني، معلش أنا هقول لحضرتك حاجة، ما هو يقدر برضه يثقف نفسه. ما أصل كان الاول بيشتغل من الساعه 8 الصبح ولا من الساعه 5 الصبح، من طلعه الشمس لحد غطسه الشمس. ما هو كان يمزم برضه الزراعه، مش كان الزراعه كانت تقليديه. النهارده عاد كانت عيشه صواب وعاد فيها يقدر يعمل يعني يطور. كانش في معدات، عاد في معدات وحاجات كتير. نسبه انتاجه عادت قليله. انت النهارده لما بتروح تجيب واحد يشتغل في ارضك يا عم الحاج رائف، بنزل الساعه 8 الساعه 10 عايز يفطر، الساعه 2 يطلع يتغدى ويروح. اشتغل كم ساعه؟ 4 ساعات. الفرق بينه وبين زمان، انا والدي الله يرحمه ويحسن اليه خدنا زمان كده في كام و70 نقلع حطب قطن. كنت انا في الوقت ده عندي بتاع 10 12 سنه يعني، مش كبير ولا حاجه. في الابتدائيه لسه كده. كنت في ابتدائيه، يا في اولى اعدادي يا في سنه 6 ابتدائي يعني تقريبا كده. اقسم بالله كنا في رمضان. ده ما بتروي الناس بتسمعك عشان الشباب الصغير يسمع. كنا في رمضان. احنا كنا في رمضان يا حاج رائف، خدني والدي الله يرحمه ويحسن اليه وطلعنا على الدوار بتاع المواشي في الغيط، علفنا المواشي وعندنا قطعه ارض في صال الحجر في ارض الاصلاح دي، وعندنا قطعه ارض بعيده شويه انجمعت قطن وهنروح نخلع الحطب. كنا بنخلع بايدينا مش زي دلوقتي بقطع بمنجل او بس ممكن كنت تروي الارض ولا تبقى سهله بتاع. لا ده كانت عيبه. يقول لك الارض تبرد. لا الارض عيبه، ده كانت عيبه يا عم الحاج ان الارض تتروي قبل زرع، ده كانت عيبه. بسم الله يا حاج رائف، ان الراجل ده الله يرحمه ويحسن اليه كان بياخد 3 خطوط. اولا هو ما كانش جته تقيله يعني، كانت جته متوسطه، بياخد 3 خطوط وانا ماشي وراه بخط، ماسك عواقه بقطع بيها بخط واحد، انه ما بطل الا ما قران المغرب قرا. احنا في رمضان وصايمين، تعالى النهارده نشغل واحد اللي سهران قدام التلفزيون طول الليل ده سهران، هيصبح يشتغل ازاي يا عم الحاج رائف؟ ست عدد بتروح تجيب العيش من الفرن. انت متجوز ازاي يا حاج فتاح؟ انت اللي حبيت ولا ابوك اللي جاب لك ست بتحلب وبتخبز لا ما انا معلش انا كنت اختلف عن اخواتي شويه، لان انا كنت اعتبر النور اللي فيهم. لا تسمعك المدام دلوقتي. كنت انا اعتبر النور اللي فيهم يعني، انا اعتبر الثاني في عدد الافراد. انا كنت اعتبر الثاني في عدد الافراد. فعشان اتعلمت وبتاع، فايه هو الله يرحمه خاف على الاسره مني، لان انا الست بتاعتي متعلمه مش هتخش لمؤاخذه دوار، مش هتحلب. قريبتك هي ولا؟ لا هي من الزقازيق وانا من ديار بنجم. انا اساسا من مركز بلد تدعى المنى صفور مركز ديار بنجم، وهي من بلد تدعى نشوه مركز الزقازيق. يعني ايام زمان كان امي وجرتي تروح تختار العروسه اللي هي بتخبز واللي بتحلب واللي بتنتج. وانا اساسا ما انا ما اتجوزتش الا باختيارهم برضه. يعني كان انا اختيار ابويا. المدام كانت بتحلب وبتخبز؟ لا ما حلبتش. هو اختيار غير التاني. ولا خبزت؟ لا حتى بص انت عندك فلاح مودرن. احنا عندنا انا الست بتاعتي لحد دلوقتي خليني نشوف الخبز بتاعها في البيت. موجود والله بتخبز. والله الست بتاعتي اقول لك حاجه، بتتخانق مع سلايفها اللي هم نسوان اخواتي، ويطلق عليها سلايفها في الارياف الكلمه دي، عشان يصنعوا فرن بلدي تخبز فيه عيش. انا الست بتاعتي لحد دلوقتي بتخبز عيش من اللي هو الشوق الطويل اللي على المكن ده. كان الاول بيقعد. لا بتكلم على المرحوح. على المرحوح ما حدش عاد بيعمله. طيب وبعدين محدش عاد بيعمله. عاد المكنه تحط حته بتتكلم على العيش بتاعنا الفلاح اللي هو زي ما تقول حضرتك برضه
لازم العيش المتلدن وبعدين الفطير وبعدين الدميسه بتاع زمان اللي كانت في المحلبه. ده انا حضرتها عندك يوم الحته ما كانت بتشتي حوالي ست سنين. موجوده بنسب ست سنين موجوده مش في كل البيوت يا عم الحاج. في مازال بيوت برضه يعني ايه حوالي خمس سنين متعوده على على الحاجات دي اساسا. طب ليه ليه يعني هل ضيق الارض والحظيره مش موجوده عشان الست تبقى منتجه؟ يعني تبقى عيب علينا كفلاحين ان انا اروح اشتري البيض، اشتري لانشون، اشتري الجبنه من السوبر ماركت، يعني مش عيب على الفلاح؟ انت النهارده اروح اشتري العيش من الفرن. النهارده انت تجيب جبنه من السوبر ماركت اقرب اليك من انك انت تجيب جبنه من واحده فلاح. ليه؟ بتبيع اللبن. ما هو افيد لها. ايه اللي يخليها تعمله جبنه وتبيعه؟ هي بتبيعه، هي بتاخد لمؤاخذه بتاخد منه فرزه قشطه الاولانيه دي وترجع تبيعه لبن. اللي يروح المعامل اللي ينعمل جبن. ايه اللي خلاها هي دلوقتي الحصيره بتاعت زمان اللي كانوا حاطين فيها الجبنه دي وتتلم وتتعلق على الجدار كده لحد ما تنشف في الشرش؟ انا بتكلم انت فلاح وعندك ارض، مش عندك انت الجاموسه في البيت وبتحلب وعندك تعمل الجبنه. بس ايه يعني انا عندي لمؤاخذه حضرتك انا كان دوار ابويا فيها سبع ثمان حتت بحلبه. طب ليه مش بترجع انت مش بترجع الموضوع ده؟ مين اللي هيشتغل يا حاج رائف؟ اجيب مين يشتغل؟ الناس يا ست الناس اجيب مين يشتغل؟ الفلاح اللي اتغير ولا العامل اللي اتغير؟ الفلاح والعامل. الفلاح وابنه. الفلاح والعامل. انت كنت ممكن تجيب واحد احنا كنا بنجيب الراجل يشتغل في الارض. امال احنا عمالين نقول البطاله وانت بتقول مش قاعد يشتغل. لا مش ما هو هجر هجر للمدينه. ما احنا مش بطاله زراعيه. هجر للمدينه. مش لاقيين مش لاقيين فلاحين. مين يدور على العامل الزراعي مش لاقيين؟ بيروح يشتغل في الغد الساعه 10 الظهر وبده يفطر وبده يتغدى وباخد له 100 جنيه. لا الفلاح الايام دي. طب امال لما تبقى في عماله وفي شغل امال في الناس بتقول لك البطاله. انت عارف الفلاح بالذات حقيقه يعني لولا الاله الزراعيه اللي وصلت كان الفلاح وقف. لو مش الاله الزراعيه الحديثه اللي وصلت ما عادش بينزل يطهر مصعد في حاره. لا ما عادش مصرف مصرف مين؟ ده كانت الترعه الكبيره اللي هي البحور فيها اجسام معروفه، الاسم ده بتاع عبد الفتاح، الاسم ده بتاع الحاج شعبان، الاسم ده بتاع سين من الناس بتاع مقسمين عشان التطهير. يقعد طول عمره الجسم ده بتاعه كل سنه يطهر كل سنه في الشتاء في منطقه الجفاف في فتره الجفاف بالدلوس كده تطلع وناس تاخد الدنيا الناس. حلوه خالص. لا دلوقتي الدنيا اتغيرت. لا دلوقتي في حفارات وفي لوادر وفي الات وده حديثه من وسائل الترفيه وضم الرز وضم القمح وكل ده. امال احنا ازاي كفلاحين انت رؤيتك نرجع الفلاح تاني المنتج عشان الفلاح يرجع منتج يا ست الناس؟ هو حاليا الفلاح منتج؟ هو لا في انتاج حاليا الفلاح بنتج المحصول انما بيستهلك اكله بيستهلك في الجبنه بيستهلك في الزبده. ما هي برضه حضرتك زي ما تقول ايه يعني هو اول فلاح اولا منطقه زي اللي احنا فيها ما فيش فيها دكتور بيطري. ما فيش فيها دكتور بيطري. طب وده هو الاسرع الانتاج؟ بالتاكيد. الحالات اللي جت اللي هي الاعوام الماضيه اللي هو مرض بتاع الفراخ ده اسمه لا طب هات لي شقه عندكم وانا هنجيب لكم وحده بطاريه موجوده يجي يجي لازم بتوع سنة اللي يجهزوا برضه مش الدوله يعني لازم احنا اللي نجيب هات شقه موجوده الشقه يجي دكتور وحده بطاريه هنعمل وحده بطاريه. المرض اللي كان انتشر في الطيور ده كان اسمه مرض ايه؟ انفلونزا الطيور. انفلونزا الطيور دي تعتبر برضه يعني خوفت الناس. يعني مثلا واحده مربيه لها خمسه ست فرخات عشان تبيض تصبح الصبح تلاقيهم ماتوا. لا ماتوا هي عاملاهم في البيت في وسط الكتله السكانيه. طب ما هي لها في الغيط لو عملت في حاظيره في الغيط مين يا استاذ ومين اللي مين اللي هيحرسهم؟ يعني بعد فيه تكنولوجيا انت ايام زمان يا فتاح كان باخده الام كانت باخده البط على راسها بالسبت وتروح تطلقه في مكسر الرز ايام ما كنا بنغلط في الرز عشان يتغسل وياكل وياكل سمك وياكل صغير من الصغير ناخد على راسها كده وتمشي مين اللي عاد بالقفص دلوقتي؟ مين اللي عاد بنغلط في الرز؟ فين 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 يا حاج عبد الفتاح؟ لا ما عادش موجود. طب ما احنا كنا حاج عبد الفتاح بنشرب من مكسر الرز بس كانت ارض نيل كانت ميه نيل يا ست الناس ارض نيل يا حاج رائف لو الارض دلوقتي الترعه لو الميه وقفت فيها يوم مش هتطيق ريحتها. هل صحه الفلاح الاول زي صحه الفلاح دلوقتي وهو لا كانت الاول احسن ومع ان هو كان بيشرب اولا رغم تقدم الحضاره وتقدم الطب وكل هذا لا كانت صحه الفلاح عشان الاول عشان كان بيمشي عشان كان بيمشي بيتحرك بيتحرك ما بيتحركش عنده عضلاته بتشتغل واشتغل شغل وعنده لياقه بدنيه. ست النائب احنا واحنا طلبه بنتعلم لسه احنا كنا بنيجي غدانا في الغيط يعني كنا بنيجي من المدرسه الوالد لمؤاخذه بقى بالفلاح بقى ايوه البهايم في الغيط وشغل الغيط احنا اللي نطلع نساعد ابونا واحنا الغدا الصبح معاه وماشي في الصبح الغدا الصبح هناك احنا كنا في الشنطه يا دوبك اللي هي المخله احنا في الريف
يا دوبك ترور نروح نحطها في البيت ونطلع الغيط على طول. اه نحش معاه نساعده نحش معاه علف للمواشي اللي يكفيه لغايه الظهر للمواشي على ما نرجع تاني. نساعد اذا كان الارض فيها تغليت وفيها نجاوه غلط وفيها ما حد بيغلط على الساتر والدواء بالظبط كده اسرع التربه. ما هي بالظبط زي ما قال الحاج عفد عاد في تكنولوجيا دلوقتي وما فيش بيت مش فيه حد متعلم. زمان كانت العمليه مكسومه، اذا علم له عيل ولا اثنين لو عنده اربعه وعلم له اثنين وطلع له اثنين فلاحين بتفضل الحياه اللي هي الحياه الريفيه موجوده. اما الحياه الريفيه اللي حضرتك بتتكلم عليها دي فعلا انقرضت. بس انقرضت هنقول للاوحش لا للاحسن. ازاي بقى للاحسن؟ ازاي؟ اه الاحسن ازاي؟ دلوقتي معلش المساكن اتطورت. نطفئ المساكن اتطورت. نطفئ خلاف المساكن. طب ما هو التكلفه زادت يا حاج. التكلفه زادت. انا كنت متجوز في اوضه مع ابويا. اوضه. نعم ايوه. غرفه. انا كنت متجوز في اثنين. انا كنت اوضه واحده بس. كانوا ايوه اوضه واحده. كان يبقى معاها اربع رجاله كل واحد اوضه نوم وصالون. اوضه نوم وصالون. النهارده واحنا بنكلم المشاهدين. شقته جاهزه. بنكلم المشاهدين النهارده على موضوع الغلاء في او الاسراف في موضوع عفش على البنت العروسه. نعم. اللي هي او الزوجه ان نعم. ابوها ممكن يبيع داره عشان يحطه عليها ويجيب لها 1000 فوطه و1000 مش عارف ايه و1000 ايه و1000 ايه. ده مش ظلم ده اصلا؟ كان زمان الفلاح بس ما تعنت تقدر ترجع. آه عن ظلم ولا مش ظلم؟ ظلم مش عنت تقدر ترجع. آه طب احنا الفوط دي والحلل دي والبوتجازات دي اتنين بوتجاز واربعه ثلاجه دول احنا هناكل منهم الحلل المحطوطه فوق النيش. طب ما تقول ان حضرتك كل ده مرصوص. الحلل دي ممكن يموتوا ويخلفوا اولادهم يموتوا وما يستعملوهاش. طب ليه احنا ليه تبقى عادات وتقاليد مجتمع فاشل؟ بتشيلي حاجات للاستعمال وبتشيلي حاجات للخزنه. انا اقول مثلا يا حاج فتاح انا هدفع 50000 جنيه لبنتي وانت 50000 جنيه لابنك ونعمل بوم مشروع عشان ابني معاش يسافر هو جنب بنتك. يا ريت يا ريت الثقافه دي توصل للناس. يعني انا بدل ما انا احط 100000 جنيه على الـ على الـ على الـ عفش فاضي كله في ولا 200000 جنيه عفش فاضي ليه ما اقول لك انا وبعدين ثاني اسبوع يسافر شرم الشيخ ولا يسافر الاردن ولا يسافر العراق يشتغل ويسيب البنت ويحصل مشاكل اسريه ومشاكل اجتماعيه ومشاكل. انا بقول لك بدل ما اجيب 150000 جنيه وهنقول المشاهدين اهو بدل ما اجيب 150000 جنيه 100 فوطه 1000 فوطه 2000 فوطه يا ريت والله. طب ما اجيب امشي وادفع واجيب لزوج بنتي رفقا بيهم مشروع عمله مشروع مشروع كان هو فلاح اجيب له ويفضل جنبها يحافظ عليها ويحافظ على نفسها اجيب له مجرتين ولا جاموستين وان كان هو ميكانيكي ازود في الورشه بتاعته وان كان هو كهربائي ازود في الورشه بتاعته وهو يفضل يحافظ عليها بدل ما يمشي ويحصل ويحصل الطلاق بسبب الفرقه وال... طب ليه احنا مش احنا كفلاحين مش نعمل كده يا حاج فتاح؟ مش عادة تنفع يا حاج رائد. ليه مش ينفع ليه؟ لا ما نبدا بنفسنا يا حاج فتاح انا وانت نبدا بنفسنا. ما عادش فلاحين كتير يا حاج رائد. ازاي بقى؟ موجود الفلاح بس مش عاد كتير زي زمان. يا فندم مش هتكلم على الفلاح بتكلم زمان على عدد الفلاح انا بتكلم على عادات وتقاليد المجتمع المغالاه في ان انا ممكن بنتي خليني ابيع بيتي واحطه عليها. انت تقدر تقول للست بتاعتك كده؟ لا هنفذ لا هنفذ الكلام هتفضحك. انا بقول لك هنفذ الكلام مش تقدر تقول للست بتاعتك هتقول لك اشمعنى بنت فلان واشمعنى بنت فلان واشمعنى بنت فلان. هي مش عارفه حقيقه. انا ابص رؤيه لبنتي ان انا حياه حياه انا اعرف ناس حياه مستقره. انا اعرف ناس بياخدوا زكا آه. بياخدوا زكا وجابوا لعيالهم اللي حضرتك بتقول عليه آه. اللي الراجل الغني ما بيجيبوش اقسم بالله يمكن سنه ولا اقل من سنه واتطلقت. طيب اه الفقير النهارده هو اللي بيجبر الغني انه يعمل. ما الفقير مش عارف هيقول انت مش عارف تعمل زي عبد الفتاح الشحات. ما احنا عاوزين نغير الثقافه دي في الريف ونقول يا جماعه احنا عاوزين نعمل مشاريع تنمويه بدل ما انا بجيب فوط واجيب حلل واجيب يا سيدي رأي اربع ثلاجات في البيت. جميل والله راي جميل وخمس ثلاجات. طب اعمل ايه بالثلاجين والثلاثه والفلاجات اعمل ايه؟ خالص بس مين اللي هيعمل لما انا انفذ الكلام ده انا وانت يا فتاح والحاج شعبان نفس الكلام ده في الريف ونقول لهم يا جماعه احنا عاوزين نعمل مشروع للزوج والزوجه يتعايشوا منه. احنا طبقنا حاجه في قريتنا حاليا دلوقتي بقى لها حوالي سنتين ماشيه. كان الافراح افراح زمان الافراح من فتره بسيطه كده خليها زمان نرجع لزمان الاول لا افراح زمان وبعدين نخش على الحديث وبعدين نخش على الطبق افراح يعني. زمان يا حاج رائف انت كنت تروح تجيب جارك عشان يتعشى عند العريس كان يهرب منك كان ينكسف كان ينكسر كان جيران بتلمهم ويعملوا العشاء كنت انت بتعمل اهل الاقارب بتعمل لاهل العروسه بس وللجاي غريب بس العريس كان على بطه وفرقه وتسلم وتمشي شويه وتمشي فكانت العروسه انتشرت عاده سيئه حضرتك ان دلوقتي العريس بيذبح ذبيحه يوم الفرح والعروسه
والعروسه كانت بتذبح ذبح يوم الحنه، والعروسه يوم الحنه بتذبح، ده علاوه على اللي جابوا ابوها ده كله. علاوه على اللي ابوها جابوا كله، يعني جوازه وخرابه ديار قبل ما بتطلع بتكون احنا في عزبتنا حاجه دلوقتي ابوها مضيها على يطلع 20 وصل امانه على ما انه يجيب لها شوارع يعني تتجوز وابوها يجيب عفشها ابوه معظمهم بيتحبس وامها روح رضمنا ليه بتتحبس. غالبيه الغارمات في السجن من كده يا سيدي تقريبا. غالبيه عملتوا ايه في المسلميه؟ بتقول عملنا حاجه؟ عملنا ان احنا البنت ما عادتش بتطبخ يوم الحنه بتاعتها. البنت ما تطبخش، ترجع زي سمك ولا ايه؟ ترجع زي زمان يعني. هو كان حضرتك ايه ترجع زي الزمان؟ صح، انت بتعوض ان احنا كفلاحين بس ما بتدعيش حد انت بقى؟ لا بتدعي في البنت، ما فيش دعوه الساعه 7 بالليل. بعد ما كان الكارت بيروح الساعه 12 بعد الساعه 12 بمنزل العروسه او بمنزل ولد العروسه. كويس برضه كويس. يبقى اذا هنا بيروح 12 ده معروف انه هيروح يتغدى. انا عندنا عاداتنا وتقاليدنا القديمه في عمليه النقطه، النقطه دي ما زالت منتشره. فبيروح عشان ينقط، حاج رافض منقطني وانا بروح انقطه، حاج شعبان منقطني وانا بروح ارد له وده، اسمه ود بنسميه 10000 20000 في اليوم، ده بيصرف له 50000 ده اللي هو ويرجع ثاني يوم يروح يسدد عليه. ده البسيط منين؟ ما هو فطبقنا النظام عندنا في العزبه ساره دلوقتي بقاله سنتين او ثلاثه حاج رائف ان البنت ما تطبخش. طب ما ده كويس عشان يعني ما تطبخش يعني خير. معناها عشان المشاهدين يعرفوا مش تطبخ يعني هي مش تعرف تطبخ، لا يعني مش تطبخ يعني ابوها ما يعملش لها حنه اللي هي طبيخ يوم الحنه. انما بتعرف تطبخ؟ بتعرف تطبخ هي. لا بتطبخ مبلغ 50000 يعني ابوها يطرح منه. بس المشاهدين بس يقولوا ان احنا جايبين واحده مش بتطبخ. لا 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 مش كده، ولكن يوم الحنه اهل العروسه مش بيعملوا فرح يطبخوا فيه يوم الحنه. اللي كان بيسري ان يوم الحنه ابو العروسه يروح يجيب له موز حسب ظروف البعر، ذبيحه يا بهيمه كامله بقره او جاموسه او نص بقره او نص جاموسه، ويجيب طباخ ويطبخ والمعزومين يجوا ينقطوا ويتغدوا ويمشوا. خلينا بس عشان المشاهد يسمعنا حاجه في التاريخ، احنا عاوزين واحنا بنتكلم اهوت، عايزين يا جماعه ما نصرفش في موضوع او مغالاه في موضوع الزواج. الزواج لان ده يعني حرام، ونقول ان احنا بدل ما نجيب 1000 فوطه وتلاجتين وغسلتين ما نجيب على قدنا بتعد قبل ما تشتغل وحلل حطها فوق النيش وبتاع ده كاسات جزاز في النيش من جوه ومش عارف ايه، ونحط 200000 جنيه نقول نجيب 50000 بس وال150 نحطهم في مشروع للزوج والزوجه. والله يا ريت مشروع عشان مفيده للتنميه فعلا حقيقيه. ده اللي متكلم بيه. ده صحيح. انما احنا مش نظلم اهالينا كده. الحاجه انا متجوز حاجه فتاح في اوضه. اتفضل. فانا مش عارف انت بتقول متجوز في اوضتين. لا اوضتين كان صالون. كان ابوك احسن حال. لا مش انت متجوز سنه كام؟ انا متجوز سنه 92. لا ده انت حديث. ده قبلك يا عم. ما انت من زمان طبعا. انت من زمان على فكره. متجوز عندي 28 سنه، مش متجوز صغير. ما انا متجوز يعني 27 سنه برضه. انا متجوز 83. في 83. طبعا بقى يا افندي جابوا لي صالون ب 500 جنيه الصالون على فكره. ب 500 جنيه كان رقم سنتها يعني. تمام. يعني انا كنت موظف في الوقت ده. عمل له 10000 النهارده. 36 جنيه. كان مرتبي في الوقت ده مدرس 36 جنيه. انا متجوز بأوضة نوم وصالون والمدام هتزعل. الجماعة جابوا لي فرن بتاع خبيز اللي هو الصاج. الصاج. الصاج فقط لا غير. لا ده كان هو والحاجات اللي هي البسيطة التانية. لا كان عندنا احنا بقى حضرتك لمؤاخذة بوتاجاز اسمه بوتاجاز اتحاد المصانع اللي هو بتطلع من المصانع اللي كان لا كان عندنا موجادة والبتاع ما كانش عندنا كان شغالين ثلاثة شعلة. بوتاجاز ثلاثة شعلة اتحاد مصانع ده اللي كان موجود. لا كان في غسالة ولا كان في تلاجة ولا كان في دلوقتي حضرتك اما تشوف نظام الغسالات والتلاجات والفريزرات اللي بتيجي والفلازرات حاجة لا احنا بنقول من هنا دعوة حاجة مشينة يعني لكل حاجة مش حلوة. يعني كل اهالينا في الريف وكل البنات حرام علينا ان احنا نغالي في ان احنا نجيب المفروشات ونجيب الكلام ده، نجيب اللي على قدنا. مش يقول لك ده انا سامع بيقول لك بيجيبوا 360 فوطه لكل يوم في 60 طقم سري الى كل يوم في اليوم في السنه. فوطه. طب ده حرام ولا ظلم؟ طب ما انا بعمل لجوزك مشروع. انا وابو العريس نعمل مشروع ليكوا تعيشوا منه بدل ما هو بعد كده ان هو يسيب البيت ويتغرب يروح الاردن ولا يروح السعوديه وتحصل المشاكل بعد ذلك ويحصل الطلاق. طب ما احنا نلم على بعضنا ونعمل اسره ونكون. فاحنا ده اللي بنتكلم فيه. ده كلام طيب. عاوزين نحط ايدينا في بعض. انا عاوز اتكلم في الموضوع ده لان الموضوع اوعدك اوعدك ان احنا هنتناقش فيه في قريتنا. موضوع مهم. وان بداته فيه في قريتك وانا بدات فيه في قريتنا. اوعدك اوعدك ان احنا فعلا اوعدك. طب احنا الجواز جواز انتاجي. جواز ان انا اقدر اتجوز اللي هيتجوز ده
هيتعمل له مشروع، فكلنا عاوزين نتجوز عشان تعمل المشاريع. لا اوعد حضرتك ان احنا هنناقش الموضوع ده يعني عندي. يعني ده حاجه فتح موضوع مهم، موضوع بهم كل المصريين، بهم كل الشعب المصري، ان انا تبقى بنتي اعمل لها مشروع مع زوجها واكتب في الجاي من عامل عاوز اكتبه. اضمن حاجه، لا عليك من ضمان الحق، من ضمان الحق عندهم. اضمن ان جوزها هيبقى له مستقبل، واضمن انه هياكلها بالظبط كده، مش هيجوع. ما هو يا فندم بيتجوزها بقعد شهر ويسيبها ويمشي، وتحصل مشاكل من الفيسبوك ومن التليفونات. أيوه، وبيحصل مش عارف ايه. أيوه، وبيحصل الطلاق بسبب عدم استقرار الاسره. بسبب عدم استقرار الاسره في البيت. فده طبعا اللي بنتكلم فيه في لازم يكون المشاهدين طبعا بنتكلم في الكلام ده. دي بهم كل اسره، بهم كل البيت، وبنتكلم من على المصطبه. بصراحه احنا بنتناقش على المصطبه، المصطبه اللي هي بنتكلم فيها بصراحه، نتكلم على الكلام اللي هو يهم الأسرة المصرية. ونقول للعروسة ما يهمكيش أي حاجة، مش تقولي لا ده هيعيروني الناس الفتة التانية جايب أكتر منك. لا 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 لا، أنا لما أعمل مشروع ليكي أنت مش حد هيعايرك، لأن أنت هتبقى أنت فعلا اللي هتبقى أنت في النهاية، هتنستري أنت وجوزك. مش تقولي لا ده عيلة فلان وأنا رايحة سلفتي من عيلة مش عارف مين وجايبة أحسن مني وأنا لازم أجيب أحسن منها. لو إحنا قعدنا نقول الكلام ده هنحصل مشاكل اكتر. ولكن انا بقول انا عاوز اعمل لك مشروع انت وجوزك، والاخر انت اللي هتفوزي، مش سلفتك اللي هي جابت 200,000 جنيه طلبات وحطتهم في الاستهلاكيه، استهلاك على الفاضي. بيطلع الاطفال بعد كده يوجعوا النيش ويكسروا كل حاجه والدنيا تدغدغ وانت مش استفدت بحاجه. لا انا عاوزك تستفيدي ويضمن لك زوجك ان انت شريكه معاه في كل المشروع بتاعه. نحن نضمنه ونقول ايوه تبقى الزوجه ليها شراكه في مشروع الزوج عشان اضمن ليك ان انت تعيشي عيشه كريمه. وده اللي بتكلم فيه حاجه فتاح. هل انت تأيدني على الراي ولا أيدك بقوه؟ ووعدك ان احنا هنناقش الموضوع ده في عزبه. ده تطبيقا للمثل الصيني اللي بيقول لك بدل ما تجيب لي سمكه اكلها علمني ازاي اصطادها. طبعا ده صحيح. احنا من هنا من المصطبه، يعني مصطبه الفلاحين، مصطبه الناس اللي بتقول عليها كلمه حق. احنا يا حاج فتاح، كان ايام زمان لما كان ابويا ولا ابوك يبيع بيعه ولا شروه كان ما بيرجعش فيها تاني. النهارده عند الناس بتمضي على صوت امانه وبتمضي والكلام بتغير. ايه سبب العادات اللي هي لنا سيئه دي في المجتمع الريفي حاجه بتاع؟ وزي ما تقول حضرتك برضو الاخلاق اتغيرت، كان في عادات وتقاليد. كبير الاسره مش عاد موجود بقوه. كان في ليه؟ مش عارف يعني ليه دي حضرتك تغير مجتمع. النهارده معلش يعني حضرتك كان كبير الاسره يقول يا دي اعمل الشيء الفلاني حاضر. النهارده مش عاد يقدر يعمل ده. يعني سببها ارتفاع الاسعار، وانا بدي الست او المدام فلوس الشهر واقول لها انت اصرفي والقرار ما عادش من القرار من عنده هو، ولا سببها وما تنساش برضو ان الست طلعها العمل خلاتها شريكه في القرار. ما احنا مش في مشكله، ما هو الدستور كفل لها كده. بس بتكلم هي شريكه في القرار. كان الزوج منتج وكان هو اللي بيجيب وهو البيت اللي وهي كان اللي قاعده في البيت بتربي العيال بجد. بس مش عايزين يعني نقول لها زمن سيسات تاني، عاوزين برضو الست مثقفه والست يعني ما هي تبقى ما هو يا حاج رائف برضو الغلاء وظروف تغير المناخ الاجتماعي في البلد يعني هو اللي عمل كل ده. ما هو كان الراجل بيقدر موظف كان ببطل 2 3 جنيه وكان بيقدر يصرف على بيته فيهم طول الشهر وياكلهم. النهارده بياخد له 2000 جنيه ما يقدرش يعمل بهم حاجه. يعني برضو فيها مشكله بسبب الغلاء. بسبب الغلاء هو ده عامل رئيسي. ويطلع الست ويطلع الراجل يشتغلوا من طول النهار، العيال بتنشا ما هو بيجي تعبان وهي بتيجي تعبانه يا دوبك ان كانت بتيجي عايزه تطبخ وهو تشوف طلبات جوه. ما هي الست العبايه دي مشكله برضه. مشكله صحيح يعني. اولا بتشتغل زي الراجل شايله البيت برضه التسوليه. الراجل ممكن يطلع يقعد اخر النهار على القهوه يضيع وقت، هي ما عندهاش الوقت ده. هنا العيل ضايع في وسطهم. العيل ضايع، يا اما الولد ابوه طلع بره ومشيع له طفح الدم بره ومشيع له فلوس وامه مش قادره تسيطر عليهم في نظرها انها ما تحرموش من حاجه. عدم كلمه ما يحرموش من حاجه دي ممكن تكون سبب من اسباب انحراف الولد. ما هو العمليه ميسره في ايده، في ايده فلوس اللي بيطلبه بلاقيه ما يعرفش بيجيب منين. انا ابويا كان زمان معلش يعني التعبير يعني متابعه يعني ابويا كان زمان الله يرحمه كانت القرش ساغ. كان في حاجه طبعا الموجودين بتوع الايام دي شباب الايام دي ما يعرفش حاجه اسمها القرش ساغ. القرش ساغ ده زي الجنيه النهارده في تكلفته يعني. هو الجنيه امال كان المخروم ده بقى زمان. المخروم ده كان اسمه نكله. واللي كان له ترس ده الترس ده كان واحد باربعه كان قرشين ساغ. اللي كان عامل زي ترس الساغ ده كان اسمه واحد باربعه. النكله دي كانت حاجه شكل سداسي. انت بترجعونا ورا خالص. ماشي يا عم الحاج. كان يجي الله يرحمه يقول انت بتصرف اثناء الدراسه، ما فيش داعي تصرف اثناء الصيف، اخواتك الفلاحين هم اللي يصرفوا الصيف والشتاء.
ما انت بتاخد في الدراسه، بتجي تلبس كويس وبتاخد مصاريف دراسه وبتعمل، مش كان يدين. تقدر انت النهارده او اي انسان يطبقها على ابنه؟ ما يقدرش يطبقها على ابنه. مره هتفضحه والدنيا هتفضحه. طب ايام زمان يا حاج عبد الفتاح وانت طبعا كبيرنا الله يخليك يا عم الحاج الله يبارك فيك، الاب والجد يقول لك لو انت بتعلم ولدك كويس او معلمه كويس هو اللي يفتح لك الباب لما تيجي من بره. يعني لما ترجع بالليل ولدك تلاقيه في البيت هو يفتح لك الباب. طب الاب النهارده لو فتح لابنه الباب دلوقتي هو يعني ليه بقى؟ اه لان الابن النهارده عاد بيطلع عيل صغير يشتغل ب 100 جنيه وبيديها لابوه. اه الاول العيل كان بيتعلم زمان عشان يرتقي بالاسره يا حاج رأ. اه عشان يرتقي بيها. الولد ده هيتعين هيتوظف هيتعلم هيتوظف هيرتقي بالاسره. النهارده العيل بيتعلم عبء على الاسره وبيطلع في الشارع، لان طبعا معلش مع عوامل كتير برضه اسلوب التعليم وطريقه التعليم. لا يعني الوقت هل ينفع ان الاب هو اللي يفتح لابنه الباب الساعه 12 في الليل والساعه 1 في الليل وما يعرف ما يقدرش يقول له انت جاي منين؟ ازاي بقى؟ اذا يقدر يحاسبه يفتح له الباب. ما اذا كان هيقدر يحاسبه. اذا كان هيقدر يحاسبه يفتح له الباب. ما هو كان زمان ابوه بيحاسبه. يعني الواد ما يقدرش يحاسب. مش هيقدر يحاسب ولدي دلوقتي؟ لا. يحاسب ابني دلوقتي؟ لا بالقوه بتاعت هيحاسبها ابوك لك لا. اه دلوقتي لا. اه بقوه حساب ابوك لك لا. اه يعني يا ابويا كان ما اقدرش ان انا يعني ابويا يجي من بره وانا بره البيت؟ لا مشكله. مصيبه. انا كنت بخش على طرطيف رجلي، اذا دخلت البيت وعرفت ان ابويا دخل اخش على مشط رجلي. اه عشان ما يحسش بيا انني داخل. يعني دي كان خوف ولا تربيه؟ لا تربيه. اولا كان فيها نسبه خوف برضه. يا بقى حاج رائف العيل ان مش خاف. هو بص حضرتك كنا بنروح المدارس وكان المدرس بيضربنا وكان بيضربنا لصالحنا، مش كان بيضربنا عشان عدوات. مش كنا نجرؤ نقول للواحد نروح نقول لبابا لابونا يابا المدرس ضربنا النهارده. يعني انت بتأيد ضرب في المدارس ولا مش بتأيده؟ عند اللزوم لابد منه، لابد يكون في عقاب. ما بوص التعليم في البلد يا حاج رائف اللي عدم عقاب التلميذ في المدرسه. صح. التلميذ ما عادش بيحترم مدرسه. انا كان خالي مدرس في سنه 6 ابتدائي سنه 67 كنت دخلت، كان خالي كنت بخش بيته بخش خالي وبقول له يا خال. لما رحت سنه 6 سنه 67 ولقيته مدرسي انا ما دخلتش بيته الا خدت الاعداديه. كنت مكسوف خايف بقى مدرسي. بقى مدرسي اصبح مدرسي مش اصبح خالي، نسيت انه خالي. فدي عوامل برضه كلها دخلت على المجتمع. طب انت في النهايه في نص دقيقه حاجه، انت عاوز تقول ايه عشان برنامجنا خلص؟ عايز اقول متشكرين لحضرتك بجد يعني، وربنا يعينك وقويك. انت نائب محترم ونائب نشيط جدا 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 من النواب اللي بنعتز بيها وبنحترمها. وارجو ارجو أرجو 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 من المسؤولين اللي هيتكرم ويسمعنا يلبي طلباتنا ويحافظ علينا كمصريين، لأن احنا مصريين زيه بالظبط. عايز أقول في نص دقيقة حاجة يا حاج شعبان. أنا ما مش هرجع لكلام الحاج عبد الفتاح لأن هو قال اللي أنا عايز أقوله. احنا طبعا بنشكر توفير الفرصة إن هي فعلا يعني مأمولين إن احنا إن شاء الله إن احنا وزير الزراعة يسمعنا، السيد وزير الزراعة الدكتور والسيد رئيس الوزراء وحد من المسؤولين ويلبي طلباتنا. طبعا اعزائي المشاهدين بنشكر ضيوف النهارده الحاج عبد الفتاح السيد ابن صان الحجر وابن شمال الشرقيه، وبنشكر معاه الشاب المحترم الاستاذ شعبان. شكرا. ابو حامد. واشكركم اعزائي المشاهدين ونلتقيكم ان شاء الله على خير ان شاء الله. حضرتك وللجماعه القائمين على العمل نشكرهم جزيلا. شكرا جزيلا. فرق كبير بين انك تكون تقليدي ومن انك دايما بتطور من نفسك علشان تقدر تواكب العصر.
وازاي ده ينعكس على اقتصاد بلدك وعليك.